بابا الفاتيكان يغادر القاهرة بعد زيارة تاريخية وترأسه للقداس الإلهي باستاد الدفاع الجوي بمشاركة 25,000 مواطن. وبطريرك الكاثوليك للبابا فرانسيس السيسي لا يبخل على مصر. وبيان مشترك يؤكد وجودنا معا هنا في مصر علامة لصلابة علاقاتنا. ورئيس إيطاليا يأمل أن تشجع الرحلة على حل أزمات الشرق الأوسط. والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني أبو مازن يتفقان على ضرورة حل الدولتين كسبيل وحيد للاستقرار في المنطقة. وبداية انفراجة في أزمة الهيئات القضائية، مجلس الدولة والنيابة الإدارية يعلنان تنفيذ القانون ويرسلان ترشيحاتهم للرئاسة. وبعثة صندوق النقد الدولي تبدأ الأحد مراجعة برنامج مصر لصرف 1.2 مليار دولار. مساء الخير، برحب بحضراتكم معانا يوم جديد من الحياة اليوم، بداية الأسبوع مع حضراتكم متابعين أهم الأخبار واللي في مقدمتها طبعا الخبر الرئيسي اللي بنتابعه بقالنا يومين، الزيارة اللي تم وصفها إنها زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان. زيارة مهمة سواء في توقيتها أو في الرسائل اللي خرجت منها. بابا السلام، والحقيقة يعني الاسم ينطبق على الأفعال وينطبق على الرسائل اللي قالها بابا الفاتيكان أثناء زيارته للقاهرة. من امبارح للنهارده فعاليات هذه الزياره كانت طبعا مهمه، كلمات لبابا الفاتيكان في كل محفل وفي كل وجود ليه، سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي او في الازهر الشريف او كمان النهارده القداس الالهي، وجوده في كليه افساد الدفاع الجوي الاول القداس الالهي، وبعدين حصل طبعا كمان ال كلية اللي بتقوم بتخريج يعني رجال الدين. فكان بيتكلم بابا الفاتيكان عن السلام، السلام في الشرق الأوسط، السلام في العالم كله، ضرورة محاربة الإرهاب، التأكيد على الدور اللي بتقوم به مصر والدور اللي بيقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي. ردود أفعال كتيرة النهاردة، ويمكن رئيس إيطاليا زي ما كنا بنتكلم في العناوين دعا أنه أو يعني بيتمنى أن هذه الزيارة ممكن أنها تحل أزمات الشرق الأوسط. اللي يحب يختصر هذه الزيارة في البعد الديني هو مخطئ بكل تأكيد، سواء طبعا بنتكلم على الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، والحديث النهاردة عن بروتوكول تعاون والمعمودية والاختلاف اللي هيحصل فيها، لكن بنتكلم على البعد المتعلق بالتعامل مع الإرهاب ونفي التهمة عن الإسلام والمسلمين، تهمة الإرهاب والتطرف. النهاردة هنتابع مع حضراتكم فعاليات هذه الزيارة لليوم الثاني، واللي اختتمها طبعا بابا الفاتيكان النهاردة قبل ما يتوجه لمطار القاهرة ويكون في وداعه الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا الأول احنا معانا السيد يحيى راشد وزير السياحة معانا على التليفون، ومعالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. أنا برحب بحضراتكم معانا، وابتدي مع حضرتك معالي الوزير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا مدام لبنى، ومساء النور على كل المشاهدين الأعزاء. يا أهلا وسهلا بيك. الأول أسمع رأي حضرتك في الزيارة ونتائجها، وإزاي يتم استثمارها هنا على المستوى الداخلي فيما يتعلق بملف حضرتك، ملف السياحة. بص يا فندم، هي طبعا زيارة تاريخية بكل الأبعاد. احنا شايفين بعد اجتماعي، بعد سياسي، بعد سياحي، دليل على نجاح القيادة السياسية في دفع دور مصر لدور قيادي في المنطقة، بتؤكد ان النظرية اللي قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بان الأمن والاستقرار
هم أساس دعم وتنشيط السياحة إلى مصر. ما قاله بابا الفاتيكان الحقيقة يشيد بدور مصر في البعد الاجتماعي والسياسي الذي يدفع الحركة السياحية، وبالذات لما قال إن مصر كانت ملجأ للعائلة المقدسة لما حبوا يحتموا، وطبعا إن السيد المسيح والسيدة العذراء كانت أقاموا في مصر لمدة 3 سنين وأكثر، وده كان طبعا معناها إن مصر أرض السلام، وإن مصر أرض السلام هم المبدأ اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، إن الناس كلها تبقى مطمئنة وهي بتزور مصر. دي طبعا احنا هنوظف كل دي، احنا بدينا طبعا نوظفها في مجال التواصل الاجتماعي. أهم حاجة إن الناس كلها بره تعرف أهمية هذه الزيارة، دي طبعا دعاية لا تقدر بمال لأنها دعاية مباشرة وغير مستهدفة، يعني غير مدفوعة الأجر، فبالتالي أهميتها أكتر وأكتر. في أكتر من 100 قناة تلفزيونية غطت هذا الحدث. الحقيقة إحنا شايفين إن ده حدث يخدم مصر كلها على المجال السياحي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كل حاجة، كل هدف، كل دقيقة من هذه الزيارة كانت لها بعد وكان لها نجاح عظيم. طبعا القيادة السياسية تشكر على المجهود العظيم اللي قامت به علشان خاطر تدفع هذا الحدث إلى الأمام، وده بيؤكد القيادة والريادة لمصر في منطقة الشرق الأوسط، ودي ليه مردود مهم جدا في العالم كله لما يشوف قد إيه البابا نفسه كان سعيد ومهتم بزيارته لمصر. حضرتك بتقول كل لقطة وكل ثانية في الزيارة دي مهمة، لكن لو توقفت حضرتك عند صورة بعينها أو كلمة لبابا الفاتيكان هتشتغل عليها كويس قوي وهتخدم قضيتك وهيكون ليها المردود الإيجابي على مستوى العالم. بصي حضرتك طبعا هي الحقيقة كلام البابا كان كله كلام مدروس طبعا. رحلة العائلة المقدسة من الناحية الفنية بقى التكنيكال يعني بصورة خاصة هو أشاد برحلة العائلة المقدسة، والحقيقة أنا بأشيد بالتعاون اللي حصل بيننا والترتيبات اللي حصلت بيننا وبين الكنيسة، الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الأرثوذكسية، كل الحقيقة كان النجاح عظيم جدا. اللجنة الخاصة بتسويق العائلة المقدسة قامت بمجهود كويس جدا، هناك العديد والعديد من الشراكات اللي احنا اشتغلنا فيها مع كل أجهزة الدولة، والحقيقة كان نجاح عظيم جدا ان احنا نشوف دفع هذه، يعني كل لما بيتكلم على رحلة العائلة المقدسة كل ما ده خطوة احنا بنستغلها في ان احنا نقول العائلة المقدسة كانت في مصر وزارت الاماكن ديت، وتعالوا شوفوا احنا قد ايه الاماكن ديت مهمة للعالم كله. فدي الارض دي ارض مقدسة كان عليها العائلة المقدسة هنا لمدة سنين، فبالتالي ده يعتبر حج تاني لكل مش بس المهتمين بالديانة المسيحية، لكل العالم، لأن الأرض المقدسة دي بيزورها مش بس المسيحيين، بيزورها كل الأديان. الحقيقة لما أقول من ناحية التسامح، من ناحية السلام، من ناحية التآخي، من جميع النواحي، هذا نجاح باهر بكل المقاييس، ونجاح للقيادة السياسية في دفع المركز مصر أمام العالم كله وإعلاء قيمة ذهنية لمصر. طب علشان نأكد على كلام حضرتك بتقوله، لأن بيبقى عندنا أحداث كثيرة وفرص ذهبية وإحنا عايزين نحسن استغلالها زي الحدث بتاع النهاردة ومبارح اللي بنتكلم فيه، هتبتدي من أي منطقة؟ هتركز على فين؟ في أي أسواق؟ إحنا رحلة العائلة المقدسة ديت تم الاتفاق مع الكنيسة المصرية على الأماكن اللي هتتناولها رحلة العائلة المقدسة، ده طلع بقاله أكتر من شهرين. خلي بالك إن رحلة العائلة المقدسة إحنا بنشتغل فيها من مدة، وإن إحنا أخذنا هذه الرحلة في أكتر من بقالنا أكتر من 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 3 أشهر بصورة رسمية، ودلوقتي الحملات التسويقية لتسويق الرحلة المقدسة إلى العالم كله. دي طبعا في حد ذاته احنا دلوقتي بنشتغل على برامج اللي هي مش بس برامج التسويق، وانما برامج الدعاية اللي هي الماركتينج كامبين اللي بتشتغلنا على السوشيال ميديا، وهنكمل شغل على السوشيال ميديا، وهناخد اللقطات اللي اتكلم فيها البابا عن أهمية زيارة مصر
وهندفعها في زي سناب شوت كده على التلفزيونات علشان خاطر تتكلم على أهمية هذه الرحلة، زي الأفلام الصغيرة اللي هي دي مصر 30 ثانية 45 ثانية تقوم تقدري تحطيها على سي ان ان، تقدري تحطيها على البي بي سي، تقدري تحطيها على كل القنوات الإيطالية والألمانية والروسية وكله كله كله. تمام. اهتمام العالم بمسار رحلة العيال المقدسة ده لابد من زيادة قيمته، وعلى فكرة ده كان أحد الموضوعات التي تم مناقشتها في المجلس الأعلى للسياحة، وإن شاء الله بإذن الله نوفق في إن احنا نزيد من قيمة البرنامج ده بالذات، لأن ده بيزيد من قيمة الصورة الذهنية إلى مصر، وفي دفع أكتر وأكتر وأكتر لأهمية مصر ومركزها في العالم كله. بالتأكيد. شكرا جزيلا معالي الوزير يحيى راشد وزير السياحة، أجد ترحيبي بمعالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. برحب بحضرتك معنا معالي السفيرة، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذة لولا. أهلا وسهلا بحضرتك، كنت حاضرة القداس النهاردة وكمواطنة ومسؤولة، يعني شفتي إزاي الزيارة، توصيفك ليها؟ أنا هبتدي من الآخر الحقيقة، هبتدي من بعد انتهاء القداس. أنا بعد لما خلص القداس تابعت وكالات الأنباء العالمية، الحقيقة كنت فخورة جدا إنه سي إن إن كله بينقل القداس الإلهي. بركة كبيرة جدا إنه قداسة البابا فرانسيس يجي هنا هو مصر. والحقيقة رسالة سلام من داخل مصر من بابا سلام لكل العالم. الأحداث اللي حصلت لنا قبل كده طبعا هي كانت مستهدفة الوطن، ما كانتش مستهدفة فئة معينة أو شريحة معينة، لما هي كان هدفها الوطن وكان هدفها أيضا إلغاء هذه الزيارة. إصرار قداسة البابا على المجيء متهيألي لطمة على وجه الإرهاب الأسود، وتأكيد على الأمن والأمان في مصر، وإنه هذا البابا بقيمته الكبيرة، يعني حضرتك عارفة إنه تغريدة منه على تويتر مش أقل من 1 مليار بيتابعوه، كونه إنه هو يجي. والحقيقة من ساعة لما جه وهو في زيارات مستمرة، طبعا أول استضافة السيد رئيس الجمهورية، وبعدين بعد كده الكلية الإغريقية، وأيضا ذهابه إلى وحضوره مؤتمر الأزهر للسلام والكلية الإغريقية والصلاة المسكونية في الكنيسة الروسية اللي حصل فيها الإرهاب، كل دي رسائل الحقيقة جميلة جدا جدا نقدر نبعثها للعالم كله. الأنبا إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية النهاردة اتكلم على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبخل على مصر من أجل تقدمها وازدهارها، وكمان البيان المشترك ما بين الكنيستين، ويمكن هنقول تفاصيله بعد دقائق. شايفة حضرتك وحب نتكلم على البعد السياسي فيما يتعلق بأهمية هذه الزيارة والتعامل أو محاربة الإرهاب، وأنها مش مسؤولية دولة لوحدها، وأن بابا الفاتيكان بيوجه الدعوة للعالم كله وبيأكد على دور مصر في هذه المسألة. إزاي نستثمر النقطة دي معالي السفيرة وإحنا بنتكلم والرئيس أكتر من مرة بيجدد الدعوة لمبادرة دولية للتعامل مع الإرهاب؟ الحقيقة ترحيب السيد الرئيس بقداسة البابا كان واضح جدا، وأنا حضرت الحقيقة اللقاء اللي دار بينهم، وقد كده كان لقاء مليء بالمحبة والتسامح وحنين جدا. الحقيقة البابا في كلمته أنا عجبني حاجتين. تفضل. لما قال إن هو جاي يحج في مصر، ده يعني في حد ذاته إعلان هام جدا، يعني مصر أرض السلام وأرض المحبة وأرض التسامح، إن بابا بابا الكاثوليك يجي علشان يحج في مصر، ده بالنسبة لنا ده حاجة كبيرة جدا. طبعا إن احنا نستثمر كل الكلام اللي قاله قداسة البابا في كلمته امبارح، والحقيقة النهاردة أيضا في القداس الإلهي، يعني كون أنه هو ينطق باللغة العربية تحيا مصر، يردد السلام السلام عليكم في بداية كلماته، يعني حقيقة حاجات جميلة جدا جدا أثرت فينا كلنا. كونه أنه هو يحارب معنا الإرهاب على فكرة، لأنه هو مجيئه هنا محاربة منه معنا مع مصر ضد الإرهاب. صحيح كان في تحذيرات لي، تحذيرات لي أنه متوجهش للقاهرة، لكن هو قال أنا لازم أكون موجود في التوقيت ده ووصل رسالة للعالم كله، مصر بلد أمن وأمان، وفي نفس الوقت أنه يأكد، ويمكن قال الوضع في مصر زي ما كتير من الدول الأوروبية، فالتوقيت والإصرار برضو ليهم وراهم رسالة.
بالتأكيد إحنا كلنا كنا خايفين الحقيقة أنه هو يتردد في مجيئه لمصر، إنما هو لم يتردد للحظة، وده بالنسبة لنا كان حاجة كبيرة جدا، وهو بالنسبة له تأكيد للعالم كله إن كل اللي بيحصل ده يعني مش بس استهداف الوطن مصر، ولكن هو استهداف للعالم كله. الإرهاب الأسود ده لابد إن إحنا كلنا نحاربه. عشان كده كانت كلمته أيضا في مؤتمر الأزهر للسلام إن إحنا كلنا لازم نتحد وكلنا لازم نتعاون وكلنا لازم نقف قدام هذا الإرهاب اللي بيهدد مش مصر بس، العالم كله. طيب بس يا معالي السفير، انا مش عايز اخدك في موضوع جانبي، لكن انت دايما موعوده يعني في 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 احداث كتيره ومهمه، دايما بيكون الاهتمام وبتكون انت بؤره الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. اخر حاجه في سلامك على بابا الفاتيكان، تابعتي؟ تحبي تردي على الكلام ده؟ بتاع ايه معلش اتفضلي؟ يعني كان في بعض التساؤل بخصوص طريقه السلام اللي حياتي بيها بابا الفاتيكان. بالعكس انا كنت شايفه انه في انتقاد سلبي لطريقه سلامي للبابا. انا خريجه مدارس كاثوليك، وفي حاجه عندنا اسمها الريفيرانس. الريفيرانس دي باللغه الفرنسيه هي طريقه السلام والتحيه للبابا وللكارادينا في الكنيسه الكاثوليكيه. بالعكس انا يعني لما حييته التحيه اللي انا من وانا صغيره متعوده ان انا احييها، ده بالنسبه لي حاجه جميله. والحقيقه انا ما شفتش انتقاد سلبي لطريقه تحيتي لقداسه البابا. معلش، هو احنا دايما كده بيبقى فيه استغراق لمواضيع جانبيه، بنحاول يعني او دايما بنسيب الحاجات المهمه والرئيسيه وبنبص على الحاجات اللي هي الشكليات او الحاجات اللي ما بقاش من وراها اي فايده، لكن حبيت اقول لك الكلام ده علشان يكون ردك واضح هنا في الحياه اليوم، واكيد ده هيتنشر بقى على موقع التواصل الاجتماعي كرد على اللي اثير بخصوص السلام. لكن على كل الاحوال معالي الوزيره، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، ومعلش برضو حاجه اخيره، على اني تذكرت انه الكلام رئيس ايطاليا وقداسه البابا هيتوجه على راس وفد كنسي لايطاليا في زياره تستغرق عده ايام، برضو حاله الحراك دي شايفاها ازاي؟ وحضرتك معنيه بالمصريين في الخارج، فبنتكلم على اوروبا على ايطاليا وبيها فيها اكبر جاليه من الجاليات المصريه. أنا عايزة الأول أبلغ حضرتك أن أكثر الجاليات سعيدة بزيارة البابا هي طبعا الجالية المصرية في إيطاليا، وقد كده سعداء أن هم يشوفوا بابا روما موجود في مصر، وكل هذه الزيارات الميدانية اللي قام بيها وتفاعلوا مع كل المواطنين المصريين، فبالعكس في بهجة وسعادة من قبل جاليات المصرية في إيطاليا. إنما طبعا الحراك أنا متأكدة أنه هيبقى فيه حراك أكثر من ذلك بكثير على المستوى السياسي والاقتصادي والسياحي والامن، كل حاجه. الحقيقه الزياره دي زي ما انا قلت في بدايه كلامي بركه كبيره لمصر، واحنا علينا بقى مسؤوليه ان احنا نستثمر هذه الزياره ونزود هذه البركه. شكرا جزيلا معالي السفيره نبيله مكرم، وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج. بينضم لنا كمان يافت القس رفعت فتحي، امين عام مجمع كنائس مصر. برحب بحضرتك معانا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذه لو. اهلا وسهلا بحضرتك. برضو السؤال، شفت ازاي الزياره ونتائجها ونشتغل عليها بعد كده باي شكل يا فندم؟ هو الحقيقه الزياره دي تميزت بحاجه مهمه قوي، ان احنا حسينا ان في علاقه حميمه بين قداسه البابا وبين مصر. ايوه فندم، هو مش مجرد بيزور بلد، لكن محاولته ان هو يتحدث بعض الكلمات العربية، انه يساند مصر في حربها ضد الارهاب، انه يدعو مصر كبلد للامن والامان. زياراته وكلماته كلها بتنبئ عن محبة واضحة جدا لمصر. النقطة الثانية ان قداسة البابا شخصية من الشخصيات القليلة جدا اللي تحظى بمصداقية غير عادية في العالم كله. حياته وسلوكياته، هو بيحاول يعيش الإيمان، مش مجرد ينادي بالإيمان أو يتكلم في نظريات، لكن هو بيحاول يعيش الإيمان بتاعه، يعيش المحبة، يعيش التسامح، يعيش الأمور دي كلها. وأعتقد وجود قداسة البابا في مصر أرثى مبادئ هامة جدا، أهم هذه المبادئ هو مبدأ إن إحنا لازم نبقى موجودين في حوار مع بعضينا البعض. هو كده أسس حوار
بين الأرثوذكس والكاثوليك. أسس حوار بين الأزهر وبين الفاتيكان. أسس حوار حتى بين الطوائف المسيحية. السلطة السياسية في مصر. أيوه. للأسف الصوت بيقطع شوية، معلش الاتصال ما هوش واضح، لكن طبعا أنا بشكرك على مداخلتك نيافة القس رفعت فتحي أمين عام مجمع كنائس مصر. خلونا نتابع تقرير عن اللي حصل في اليوم الثاني لزيارة بابا الفاتيكان، نتابع. السلام لكم. مستفتحة بكلمة السلام عليكم، ترأس اليوم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان القداس الإلهي الذي أقيم في استاد الدفاع الجوي في ثاني أيام الزيارة لمصر بحضور نحو 25 ألف شخص من الأقباط من كافة محافظات الجمهورية، وشارك في القداس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكاثوليك في مصر. وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد أدى بالأمس في أول أيام زيارة لمصر مراسم الصلاة المسكونية بالكنيسة البطرسية، وحرص على تأبين ضحايا الكنيسة البطرسية بإشعال شمعة على النصب التذكاري، كما وقع بابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة لإنهاء خلاف دام بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية حول إعادة سر المعمودية، وذلك خلال اجتماع مغلق عقد في الكنيسة البطرسية. ويوصف سر المعمودية بأنه أحد الأسرار السبع المقدسة للكنيسة، واقتداء بمعمودية المسيح في نهر الأردن، ويتمثل تقصها في أن الآباء الكهنة يغطسون الأطفال ثلاث مرات داخل إناء ممتلئ بالماء بعد تلاوة الصلوات الخاصة بالمعمودية. وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشترط تكرار سر المعمودية للمسيحيين الراغبين في الانضمام إليها من الكنائس الأخرى باعتبارها لا تعترف بطقوس معمودية الأولى، إلا أنه بتوقيع كل من البابا فرانسيس والبابا تودروس رأسي الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية انتهى هذا الخلاف الدائم منذ سنوات طويلة. البابا فرانسيس الذي كان قد التقى أيضا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وشارك بالمؤتمر العالمي للسلام، كان قد أكد خلال مؤتمر جمعه والرئيس السيسي أنه يشجع المساعي والمبادرات التي تم اتخاذها لصالح السلام في البلاد وخارجها بهدف الوصول إلى تنمية والازدهار والسلام المنشود، كما أكد أيضا على سعادته بوجوده على أرض مصر التي ورد اسمها مرات عديدة في الكتب المقدسة. ينضم لنا كمان على التليفون نيافة الأنبا عمانويل عياد المنسق لزيارة قداسة بابا الفاتيكان، برحب بحضرتك معنا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا أهلا بحضرتك. نقدر نقول عليها الحمد لله أنها كانت زيارة ناجحة، أبعاد مختلفة سياسية اجتماعية ودينية، فلو نتكلم عن مردود هذه الزيارة والانطباع اللي حضرتك بعد طبعا تنسيقك للزيارة دي وفعالياتها خرجت بيه. اسف يا فندم ما سمعتش حضرتك، معلش الصوت بيقطع. معلش هعيد حضرتك السؤال مره ثانيه، بقول الزياره الحمد لله يعني ناجحه في نتائجها وفي الرسائل اللي خرجت منها، فالفعاليات الزياره على مدار يومين زي ما فاهمين حضرتك المنسق لهذه الزياره، اختيار الاماكن، اختيار الشخصيات، ده كان بترتيب حضرتك ولا برغبه من قداسه البابا؟ لا حضرتك انا فقط دورنا كان مجرد تنسيق وليس تقريري يعني في الزياره. ولذلك طبعا الاشخاص هو يعني طبعا قرار قداسه بابا، وهو جاي نتيجه طبعا لانه الاشخاص اللي التقى بيهم هم سبقوا يعني تم زيارتهم لدى قداسه بابا في الفاتيكان، و هم قدموا ليه اربع جهات مصر قدمت له دعوه رسميه بدايه من على راسهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدوله وممثل لكل الشعب المصري، وبعد كده الكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليكيه المصريه والشيخ الامام الاكبر. فاذا هذه اللقاءات يعني هي رد لزياره كما سبق وقلت هي رد زيارات سابقه وقبول دعوه واستجابه لدعوه كان يترقبها قداسة بابا شخصيا ان يلبي هذه الدعوات. يعني الاستجابه وقبول الدعوه كان في تخوف، كنت لسه بناقش ده مع معالي السفيره نبيله مكرم، بتقول احنا كنا خايفين احسن يحصل تاجيل او الغاء لهذه الزياره بعد الاحداث الارهابيه الاخيره اللي حصلت في القاهره. اصرار بابا الفاتيكان على الحضور والكلام اللي قاله النهارده وامبارح عن الارهاب وعن دور مصر، شايف ده ازاي يا فندم؟ يعني اقول لحضرتك انا لم يحدث عندي اي تخوف على الاطلاق في ان تتم هذه الزياره لسببين. السبب الاول هو انه
قداسة البابا هو شخص محب للغاية لمصر وللشعب المصري وصديق للشعب المصري، ولا يمكن أن الصديق يعني يبتعد عن صديقه في ظروف صعبة أو محل معينة، ولكن بالعكس يزداد قربا ومساندة وتشجيعا هذه الأقلية. النقطة الثانية أن الإرهاب ليست مشكلة مصرية على الإطلاق، الإرهاب هو مشكلة العالم كله، وعلى العالم كله أن يتحد ويتحالف من أجل مواجهة هذا المرض البغيض الذي أصاب البشرية. فإذا ليس مشكلة مصرية، هو حادثة في مصر، ليس هو لا ضعف في الدولة المصرية ولا عدم استقرار، لكن مصر آمنة وسالمة، وهذه مشكلة للأسف يعني منتشرة في عدة بلاد بما فيها للأسف بكل ألم مصر يعني. نيافة الأنبع منويل عياد المنسق العام لزيارة قداسة بابا الفاتيكان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. طيب نرجع نتابع بقية أخبارنا، لكن ملخص هذه الزيارة زي ما تابعنا سواء في الأخبار أو من خلال المداخلات التليفونية اللي عملناها، أنه الحمد لله الزيارة في التوقيت والزيارة في الكلام اللي حصل وفي الرسائل اللي قالها بابا الفاتيكان، من المهم أنه احنا مهتمين بها على المستوى الداخلي، لكن ما يبقاش حدث وخلص، ازاي نشتغل عليه، ازاي نستثمره، ازاي ننقل اللي دار هنا على ارض القاهره وكلام قداسه بابا الفاتيكان للعالم كله، فيما يتعلق بالارهاب، فيما يتعلق بدور مصر، فيما يتعلق بانه البعد السياحي كمان، مصر في ازمه، الوضع الاقتصادي صعب، فشخصيات مهمه على المستوى العالمي جت مصر في الفتره الاخيره، لما يكون قداسه البابا كمان بابا الفاتيكان موجود باللي قاله، فمحتاجين شغل كتير يحصل في هذا الملف، وده اللي هنكون منتظرينه في الأيام اللي جاية بإذن الله. نرجع لأخبارنا. النهاردة الرئيس فتح السيسي استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، واللقاء تناول التشاور والتنسيق المستمر ما بين الرئيسين لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام. والرئيس أكد على أن مصر بتسعى بشكل دائم لتتوصل لحل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وده اللي هيساهم في استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة. في مقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس، وتناول اللقاء مجمل التطورات العامة في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى التشاور بشأن التحركات الدبلوماسية والسياسية في المرحلة القادمة على المستويين الإقليمي والدولي، الهادفة إلى إحياء عملية السلام للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين على حدود 1967. وتأتي زيارة عباس إلى مصر للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي، خاصة قبيل زيارته إلى واشنطن الأسبوع الجاري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وثمن أبو مازن الدور الذي تقوم به شقيقة مصر وجهودها المستمرة بدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في قطاع غزة. مرحبا بحضراتكم معانا مره ثانيه. نرجع على الخبر اللي كان طبعا محل اهتمام من امبارح، قصه قانون الهيئات القضائيه واللي اثار ازمه وردود افعال مختلفه. النهارده نقدر نقول انه الموضوع اتحل او بدايه انفراجه، والمساله ان شاء الله يعني ايه تنتهي على خير. بقول لحضراتكم الكلام ده لان المجالس العليا لهيئه النيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله النهارده بعتوا اسامي 3 مرشحين من نواب هذه الهيئات، ارسال اسمائهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار رئيس الهيئتين الجداد اللي هيتولوا هذه المناصب من اول شهر يوليو اللي جاي. كمان المجلس الخاص، أعلى سلطة في مجلس الدولة، أعلن موافقته على قانون الهيئات القضائية اللي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقرر تحديد يوم 13 مايو لانعقاد الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لترشيح 3 من أعضائها وتقديم هذه الأسماء للرئيس لاختيار رئيس الهيئة. كمان مجلس القضاء الأعلى بيعقد اجتماع لترشيح 3، ده هيكون بكرة إن شاء الله، من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض لإرسالهم للرئيس.
بكرة فريق من صندوق النقد الدولي هيجي في زيارة للقاهرة لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرامج مصر في الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 30 إبريل وحتى 12 مايو، تمهيدا لصرف 1.2 مليار دولار كشريحة تانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ده هيحصل صرف الشريحة التانية بعد إتمام المراجعة. مصر كانت في نوفمبر اللي فات خدت دفعة أولى 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض. من المنتظر أن محادثات فريق صندوق النقد الدولي تكون بتتركز على مراجعات مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي علشان يتأكدوا أن احنا حققنا المستهدف، وأنه إزاي يتم السيطرة على التضخم اللي طبعا علي بشكل كبير ووصل لأعلى مستوى ليه من أكثر من 30 سنة. بكرة كمان إن شاء الله الرئيس هيشهد الاحتفالية اللي بينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وهيكون في كلمة طبعا بالمناسبة دي. ووزير القوة العاملة محمد سعفان أعلن أن الرئيس هيكرم خلال الاحتفال عدد من قدامى النقابيين والعمال اللي أسروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وهيتم منحهم وسام العمل من الطبقة الأولى. وزير القوى العاملة كمان أعلن أن يوم الاثنين الموافق أول مايو اللي هو عيد العمال أجازة للعاملين بالقطاع الخاص. كمان رئيس الوزراء بعت برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ بالمناسبة دي، وقال في نص البرقية أنه يجب أن نذكر بكل وفاء وتقدير عمال مصر الأوفياء الذين يعملون ليل نهار في جد واقتدار ويبذلون الجهد والعرق لدفع عجلة الإنتاج، إيمانا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات. المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وجهت الأجهزة التنفيذية بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للطفلة حبيبة عيد دي ضحية التعذيب في كفر الدوار، وتم التأكيد على أنه حالتها الصحية والنفسية يعني الحمد لله مستقرة نوعا ما خلال علاجها في مستشفى كفر الدوار العام. موجودة معانا سيادة المحافظة نطمن برضو نفهم التفاصيل. المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بك استاذه لبنى، مساء الخير. مساء النور على حضرتك. يعني افهم من حضرتك بس ايه اللي بيحصل بالنسبه للحبيبه ووضعها ايه دلوقتي؟ والله ابدا هي موجوده في المستشفى بقى لها حوالي يومين، لسه قدامها اسبوع لان عندها الحروق من الدرجه الثالثه، مسكينه يعني. احنا بنقوم بكل المصاريف وكل الرعايه ونأسف يعني ان بقى في مصر في عندنا سيدات او رجال عندهم هذه القسوه. صحيح. في حاجه تانية، اخوها اصغر منها باربع سنين وحاول يوصل لوالده في شبين الكوم ما اعرفش. هو دخل برضه في دار ايواء. ان شاء الله لما تطلع البنت بالسلامه هنحاول نقعتهم هما الاثنين في دار ايواء، وان شاء الله هنتولاهم برعايتنا ونشوفهم كل اللازم يعني. يعني حضرتك ظبطتي المساله كلها مع وزاره التضامن في دار تم الاستقرار عليها؟ والله لسه الحقيقه لا لسه الحقيقه ما اقدرش اقول لك كده، احنا مستنيين بس نعرف يوم خروجها ايه. هنبتدي برضو نتصل مع وزاره التضامن، واداره التضامن عندنا في البحيره نشوف احسن مكان ممكن تتحط فيه على اساس نقدر، او في مكان لو في مكان مزدوج يعني مش هتبقى مع اخوها. طب وضع الاسره والخاله والاجراءات اللي بتتم معاهم والتحقيقات يعني وصلنا لفين؟ هي الخاله محبوسه دلوقتي واخد اربع ايام على ذمه التحقيقات في كفر الدوار، ويعني هنشوف بقى التحقيق يصفر على ايه. احنا عايزين برضو عارفه حضرتك نركز على ان الحاجات دي اسبابها ايه، عمرنا ما كنا بنسمع على كده. زادت بشكل كبير قوي الفتره اللي فاتت. نسمع على الصعيد الاخر ان في ناس وهي عندها اولاد بتتبنى ناس يتامى وبتربيهم احسن تربيه. انا لسه كان عندي واحده الحقيقه كنت بكرمها، يعني عندها ثلاث اولاد وكانت متبنيه طفلتين وكبرهم ودخلتهم الجامعه، ففي سلوك غير سوي كده يعني جديد علينا. صحيح. يعني هي اسباب اجتماعيه وثقافيه واقتصاديه، وكمان ان انا ابص على القانون وتفعيل القانون، وحتى واحنا بنتكلم على دور الايواء او دور الرعايه برضو فيها مشاكل، فاحنا بنتكلم على انه لازم أكيد الاجهزه الرقابيه تشتغل والمحافظه وتنسق مع وزاره التضامن في ده. هو ده هيحصل، بس انا شايفه برضو
عارفه حضرتك الاجهزه الرقابيه لا يمكن هتمشي ورا ايه ولا ايه ولا ايه. احنا لازم عايزين توعيه في الـ في الـ في الاجهزه الاعلاميه، عايزين توعيه، عايزين تاني نرجع الدين بسماته اللي هي اساس الدين، مش بس الصلاه والصوم. يعني عايزين نعمل توعيه، وتوعيه للقانون، نقول والله الحوادث دي هينتج عنها حاجات مشدده. يعني عندك حق يا فندم، أنا بشكرك ونطمن من حضرتك إن شاء الله قريب على حبيبة وتقوم بالسلامة. شكرا جزيلا مهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة، شكرا لحضرتك يا فندم. طيب خلونا نتابع إيه اللي بيحصل، إحنا يعني نشوف بس الحكومة إيه أخبارها والشغل اللي بيتم دلوقتي على الأرض. خلونا نبتدي، وممكن أهم حاجة على الأرض دي إنه ما يبقاش الوزير في المكتب، لكن الوزير يبقى فيه جولات ميدانية يشوف الشغل، يشوف المشروعات، يشوف المشاكل. فالتواصل المستمر ده وعلى المستوى الإنساني وأشوف بعناية بتفرق كتير. لو اتكلمنا عن وزير النقل دكتور هشام عرفات، وزير النقل كان ليه جولة لتفقد طريق السويس ضمن متابعته لتنفيذ المشروعات القومية للطرق. كاميرتنا كانت موجودة معاه، فخلونا طبعا مشروع قومي للطرق ده مشروع مهم جدا، ومعدلات الأداء ومعدلات التنفيذ من المهم ان احنا نركز عليها ونشوف ايه اللي باقي علشان نشتغل عليه. فنشوف على الأرض الواقع كده جولة الوزير فيما يتعلق بهذا المشروع وصلنا لحد فين، هنشوف ده في التقرير اللي جاي. وزير النقل الدكتور هشام عرفات يتفقد أعمال تجديدات خطوط السكك الحديدية بمحافظة السويس بصحبة قيادات هيئة السكة الحديد والمحافظ. تجديدات تأتي في إطار أولويات خطة تطوير منظومة النقل ومنها السكك الحديدية. احنا محتاجين 1200 كيلو من السكة الحديد يتم تجديدهم تجديد كامل، تجديد شامل وكامل. دي بنسميها تطوير البنية الأساسية اللي هي مناطق خطيرة. احنا واقفين حضرتك دلوقتي على فلنكات خرسانة، فلنكات الخرسانة مش الفلنكات الخشبية القديمة، وبنشيل القضبان حتى كمان القديمة وبنحط قضبان يعني عالمية اسمها يونيفرسال UIC 54 عشان تتحمل الأحمال الكبيرة اللي جاية إن شاء الله. نقل البضائع احنا هدفنا سنة 2022 اللي احنا نوصل لنقل البضائع إلى 25 مليون طن. فاحنا لازم الأول نفرش البنية الأساسية وبعد كده نجيب بقى البنية التكميلية اللي هي الجرارات. 1200 كيلومترا من قضبان السكك الحديدية الجديدة من المفترض تركيبها وفقا لخطة الهيئة للتطوير، وأكثر من مليار جنيه تم رصدها لتطوير نحو 49 محطة لسكة الحديد بمحافظات الجمهورية، من بينها 38 تم الانتهاء منها. في المشروع القومي للسكة الحديد وغادين توجيهات لتكلفة من معالي الرئيس بأن احنا ننتهي من 1200 كيلو في خلال 30 شهر. احنا ان شاء الله بنسابق الزمن، شغالين من اول ما جينا في التجديدات وسد السكة، ولكن برضو دلوقتي كثفنا العمل أكثر إن شاء الله بحيث نحن نخلص في المدة المقررة أو يمكن قبلها إن شاء الله. ومن المفترض أن ترتفع معدلات إنجاز تجديدات خطوط السكة الحديد إلى 20 كيلومتر شهريا بدلا من 10، ولا سيما في ظل حاجة ملحة لتجديد 120 كيلومتر من القضبان خلال الفترة المقبلة. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. طيب لما نرجع للظواهر والمشاكل الاجتماعيه اللي زادت بشكل لافت للنظر في الكام سنه اللي فاتت، لما كنت بتكلم عن حبيبه اللي خالتها كانت بتعذبها وحروق من الدرجه الثالثه زي ما سمعتوا حضراتكم، فمحتاجين نقف قدام عدد من المشاكل اللي بتهدد استقرار المجتمع، من بينها موضوع برضو غير العنف ضد الاطفال ومن اولياء الامر كمان، وده الاصعب ويعني حاجه توجع القلب بجد. لكن كمان حبيبه اللي خالتها هي اللي كانت بتربيها، فهنا نتكلم برضو عن الاطفال اللي بيكونوا ضحايا للانفصال وللطلاق. يجي بقى زوج الأم أو زوجة الأب ويحصل طبعا زي ما شفنا برضو في حوادث قبل كده، فالطلاق اللي زاد بشكل كبير برضو في الفترة اللي فات واللي خلى الرئيس قبل كده يتكلم عن ضرورة تنظيم الطلاق الشفوي، فطبعا ما شفناش حاجة حتى هذه اللحظة وما فيش تحرك أو ما فيش حاجة تمت على الأرض. لكن خلونا على المستوى النظري أو الأكاديمي نشوف الطلاق يهدد المجتمع، ده كان مؤتمر بهذا العنوان الطلاق يهدد الوطن بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني علشان يشوفوا يعملوا ايه في هذه الظاهرة. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي مع حضراتكم.
بدأ مؤتمر صندوق المأذونين والموثقين في مصر بعنوان الطلاق يهدد وطن، حيث أكد المشاركون في المؤتمر ارتفاع نسبة الطلاق في مصر من 7 إلى 40% خلال 50 عاما الأخيرة، وأن العام الحالي بلغت حالات طلاق به نحو 3 ملايين، مشددين بمبادرة رئيس الجمهورية بجعل 2017 عاما للمرأة. فالطلاق حق من حقوق الأسرة المصرية، لكن هناك من يستخدم الطلاق لترهيب النساء أو استبدال الزوجة بأخرى، وقد يرجع ذلك إلى ضعف ثقافة الزواج لدى الغالبية من الشباب. معنى موضوع الطلاق يهدد المجتمع لأنه هو بيقوض أواصر الأسرة المصرية بتشريد الأطفال وفك العار الزوجية وما يترتب عليها من مشاكل وقضايا بالنسبة للأم والزوجة والأولاد كذلك الزوج. يعني لا ننكر ان هذا الطلاق ليس من الزوج فقط او من الزوجه فقط، هو اساءة استخدام هذا الحق. اخر تقرير لمجلس الوزراء بيتكلم عن ان في 240 حاله طلاق تتم يوميا، يعني بمعدل كل 4 دقائق بتتم حاله طلاق. فطبعا النهارده ده ناقوس خطر، ناقوس خطر، مش بنتكلم على الجيل اللي احنا فيه بس، ده بنتكلم عن الاجيال القادمه. أزمة الطلاق في مصر تعددت أسبابها، فالحالة النفسية الناتجة بسبب ضغوط الحياة اليومية والتي تؤدي إلى خلافات في طريقة التعامل وعدم الصبر للمتزوجين حديثا على تحمل مسؤولية الزواج، وتآكل معاني الرجولة في الأجيال الحالية بعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية والاحتواء التي تؤدي إلى الطلاق المبكر. بلدنا محتاجين كلنا، محتاجة أشخاص سوية، محتاجة ناس متربيين وعندهم أخلاق، لأننا فقدنا الأخلاق في الفترة اللي فاتت في حاجات كتير قوي. فإحنا لو حافظنا على بيوتنا وحياتنا هنقدر نحافظ على مصر. يهدف المؤتمر إلى وضع حلول للحد من ظاهرة الطلاق المنتشرة بين المتزوجين في الآونة الأخيرة، والعمل على توعية الشباب والفتيات بالحقوق والواجبات الزوجية حتى تستقيم الحياة بينهما ولا يتأثر بالمشكلات التي تواجههما بعد الزواج. احنا البرنامج مش بس بنتكلم في السياسة وفي تقرير، لكن برضو لازم نبص على أهلينا، على ناسنا اللي ممكن يكون يعني الدولة أو أجهزة الدولة مش هتقدر تبص على كل مواطن وحالته، لكن بقدر الإمكان احنا لما بيكون قدامنا حالة صعبة وتستحق المساعدة يعني بنعرضها على حضراتكم لعل وعسى. يعني عارفين مثلا في برنامج تكافل وكرامة وفي شغل بيحصل، فمش كل الناس بتقدر توصل لهذا البرنامج وتاخد حقها، حقها في حياة كريمة، في لقمة عيش، في العلاج. هنطلع دلوقتي على واحدة من القرى التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ. هنعرض حالة سيدة يعني ربنا يديها الصحة يا رب، وابنها برضو مصاب بفشل كلوي، ويعني الوضع بالنسبة لهم صعب قوي. هنشوف تفاصيل الحالة دي مع حضراتكم. الحقيقة ما أحبش أقول عليها حالة، لكن يعني شكوى، فخلونا يعني يمكن إن شاء الله نكون وسيلة أو سبب إن هذه الأسرة يوصل لها حقها وتعيش حياة كويسة. في شارع ضيق يكاد لا يمر منه اثنان، في بيت به حجرات صغيرة تعيش أسرة بها أم مسنة وابنها المريض بالفشل الكلوي وهشاشة العظام، وبنتها التي تعيل أبناء بمراحل التعليم المختلفة وحدها دون أن يجدوا من يحنو عليهم منذ سنوات، ليكون الفقر والجوع والمرض والإهمال هو قدرهم طوال السنوات الماضية. والله مشكلتي أنا متشتت على أمري ومتبهدلة، بقالي 10 سنين واشتغلت في بعت ملابس، واشتغلت لما أخذ كنسة زرايب وكنسة مزارع فراخ علشان أربي ولادي. أنا عندي 5 ولاد المفروض إن هم دلوقتي يعني كل الظروف وكل الضغوط اللي حواليها حتى من أبوهم إن هم لا ما يكملوش تعليق، على الرغم من كده تحددت كل الظروف ووصلتهم هم كلهم لسن الجامعة، بس حضرتك خلاص أنا ما عدتش قادرة دلوقتي وصحتي تعبت. أنا ليا عيال، ايوه، كل واحد قاعد ويا مراته وانا قاعده لوحدي. عندي السكر، باخد علاج مقويات، باخد علاج مقويات. انا قاعده وياك دلوقتي ما مشيش، انا ما مشيش، قاعده زي ما انا كده. لو كنتش اجيب علاجي ما حدش يجيبولي، يعني القرش اللي انا بقبضه وبجيب به علاجي يعني ما باكلش،
لو كانش مرات امني اللي واقفه دي تنزل لي لقمه ما اعرفش اجيب لقمه لنفسي. تلك الاسره التي تعيش في قريه ابيانا وهي احدى القرى التابعه لمركز مطوبس في محافظه كفر الشيخ لم يعد لديهم اي طموح سوى ان يجدوا مكانا للعيش وقوت يومهم. المشكله مثلا لو عايش في اوضه وصحتي كويسه وبشتغل دي ما فيهاش مشكله، انا هعمل زي الناس ما بتعمل. انما انا بغسل كلي بقالي 15 سنه هشتغل ازاي بدراع واحد؟ عندي حصل لي هشاشه في العظام رجلي اتكسرت وانا واقف، والدكتور قال لي لو مشيت على التاني الرجل هتتكسر برضه من نفس المفصل، وانت عايز مفصل ب 40,000. ربنا يكرمني بقى بواحد صاحبي يجي يقعد معايا يديني 50 يديني 20 يديني 100 يديني 10 يديني 15، يعني في اكتر الايام بقعد معيش فلوس. ابعت لواحد صاحبي على جينا اجيب من عند ابوي فوق، ابعت لواحد صاحبي اقول له اقول انت رايح تجيب العيش هات لي عيش معاك. مناشدات عديده للمسؤولين من تلك الاسره البسيطه فقط للوصول الى اقل حقوق الانسان وهي العيش، كما الناس من ماكل ومسكن، حلم ربما يراه البعض بسيط لكنه بالنسبة لهم حياة. رسالة استغاثة من أسرة كاملة لمن يهمه الأمر بعد أن أنهكتهم الظروف لسنوات عدة ليصبح طموحهم هو العيش فقط حياة طبيعية. عمرو عبد الحميد، الحياة اليوم. لمن يهم الأمر زي ما قال زميلنا عمرو، يعني هنشوف يمكن محافظ كفر الشيخ وزارة التضامن يحصل فيه شغل سواء في الموضوع اللي احنا عرضناه أو غيره من المواضيع اللي هنحاول تباعا كده نعرضها على حضراتكم. خلونا بقى نروح لتقرير دلوقتي احنا عملناه. الحقيقة هي مش حاجة ممكن للوهلة الأولى تحس إنها حاجة شخصية إن احنا بننعي زميل لينا، لكن اللي بيتابع شاشة الحياة ليه حق برضو انه يعرف لو كان هو بيحب حاجات معينة على هذه الشاشة بتعرض، يعرف الجهد اللي وراها، مين الاشخاص اللي بفكرهم وبوقتهم وبجهدهم قدروا ان هم يطلعوا حاجة عجبت حضراتكم. زميل عزيز لينا محسن محمود. محسن الله يرحمه توفى النهاردة. محسن هو كان رئيس تحرير البرامج الفنية. شاب صغير، شاب صغير 36 سنة، عنده ولد وبنت، شخصية كانت جميلة ودمس الخلق، ودايما كده بقول لك يعني في ناس ولاد موت اللي بيكون روحه حلوة وطيب وبيشتغل وبيحب شغله بجد. اتفاجئنا وسهلنا قوي طبعا بهذا الخبر، فعزقنا لأسرته وأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة بكل تأكيد لأنه كان الخبر صعب بكل المقاييس. لمسة وفاء مننا وعرفانا بشغل محسن الله يرحمه. وحضراتكم عشان تعرفوا يمكن احنا بس اللي بقى قدام الشاشة، المذيع بيبقى حظه ان هو اللي بيطلع وهو اللي بيشتغل، لكن وراء الشغل ده في جهد لفريق كبير، اعداد اخراج مصورين، في جنود بتشتغل، فمش عشان المذيع بس هو اللي قدام الشاشة ننسى فضل اللي بيشتغل علشان نطلع نقول الكلام ده لحضراتكم يكون في حاجة كويسة نقدر نقدمها. برامج فنية متميزة على مدار سنين قدمها واشتغل فيها محسن بشكل كبير، يعني لو نقدر نقول كده أعماله وشغله والحمد لله حاجات منورة، لكن هو في مكان أحسن والله يرحمه محسن ويصبر أهله وأسرته يا رب. غياب الموت اليوم عن عالمنا الكاتب الصحفي محسن محمود رئيس قسم الفن بجريدة المصري اليوم ورئيس تحرير البرامج الفنية بشبكة تلفزيون الحياة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 36 عاما، وسيشيع جثمان الفقيد في مسقط رأسه بمدينة البليانة بمحافظة سوهاج. الزميل محسن محمود من مواليد 5 أغسطس 1981، ولد في محافظة سوهاج وحصل على ليسانس الآداب قسم صحافة، وعمل بالعديد من الصحف والمجلات الفنية وأجرى لقاءات فنية كثيرة لمجلات محلية وعربية حتى شغل رئيس قسم الفن بجريدة المصري اليوم ورئيس لتحرير البرامج الفنية بشبكة تلفزيون الحياة. وخلال عمله بشبكة تلفزيون الحياة ساهم في إعداد العديد من البرامج
التي حققت نجاحات ضخمة، مثل برنامج هاني في الأدغال للفنان هاني رمزي، وبرنامج ضربة حظ للزميلة رزان مغربي، وبرنامج 100 سؤال للزميلة راغدة شلهوب، وكذلك برنامج باك تو سكول، برامج أسرى بها الشبكة بأعداد متميز وضيوف فنية رائعة. رحم الله الفقيد الذي تميز دائما بدماسة خلقه وتواضعه وتواصله مع الجميع. الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، والتي بعث منها رسائل السلام للعالم أجمع من قلب القاهرة، حظيت باهتمام كبير من الصحف العالمية، وتداولت تفاصيل اليوم الأول من الزيارة. كما أجمعت الصحف العالمية أن هذه الزيارة تمثل تحديا قويا للإرهاب في مصر، حيث قالت صحيفة واشنطن تايمز إن بابا الفاتيكان تحدى المخاوف الأمنية وتوجه إلى مصر لتقديم جبهة مسيحية مسلمة موحدة لنبذ العنف الذي يرتكب باسم الدين، مضيفة أن أهم محطة في رحلة البابا خلال اليوم الأول كانت زيارته للأزهر ولقاءه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومشاركته في مؤتمر السلام الدولي، مشيرة إلى أن ملامح الاسترخاء والبهجة كانت تعلو وجه البابا خلال رحلته. أما صحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية قالت إن زيارة البابا لمصر تعتبر بمثابة أضخم حملة دعائية ترويجية للسياحة في مصر، خاصة السياحة الدينية، وأنها تحمل استراتيجية الحوار، فهي عناق لعزاء وتشجيع لجميع مسيحي الشرق الأوسط، ورسالة الأخوة والمصالحة لجميع أبناء إبراهيم خاصة في العالم الإسلامي. صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلت على لسان الكاردينال بيترو بارلوين أمين سر دولة الفاتيكان إن الهدف من زيارة بابا الفاتيكان هو تقديم رسالة سلام إلى دولة اجتاحتها الهجمات الإرهابية المتطرفة، والدعوة إلى تشجيع ثقافة الاحترام والتسامح تجاه الأقليات الدينية. حاولنا سريعا كده من خلال التقرير نلخص ردود الأفعال وإزاي الإعلام العالمي تعامل مع هذه الزيارة. طبعا لازم نتوقف قدام أشياء بعينها، رسائل من بابا الفاتيكان للعالم كله، أهم المحطات هنا في القاهرة، وإزاي إحنا على المستوى الداخلي نستثمر الشغل ده. إذا كان العالم كله بيتكلم عن هذه الزيارة فمش عايزين نقطة ومن أول السطر، فيه بقى دور وفيه واجب علينا نشتغل على الزيارة وعلى نتائجها وعلى الرسائل المهمة اللي قدمها قداسة بابا الفاتيكان. عن الكلام ده كله هيدور حوارنا مع دكتور إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. مساء الخير دكتور إكرام. أهلا مساء الخير، أهلا بحضرتك. يمكن خلينا الأول مع البعد الإنساني من الزيارة. قبل نتكلم على الفعاليات وعن اللي قال وقداسة البابا، لكن الطريقة اللي ظهر بها قداسة البابا والكلام حتى المرتجل والكلام اللي باللغة العربية ومحاولة التقرب للمصريين وللعرب من خلال حديثه واللي كان ليها رد فعل إيجابي وصدى كويس. أولا الشكل العام من هذه الزيارة والنقط دي شفت ده ازاي يا فند؟ هو طبعا كلنا كنا متوقعين أنه بعد التفجيرات يعتذر عن أنه يجي مصر يعني. لكن فوجئنا لما سألوه قال أنا مصمم آجي وأنا عايز أشارك الشعب المصري كله الأحزان والآلام وأشجع الناس أنهم يستمروا في طريقهم في المحبة مع بعض وفي التصدي للحاجات السلبية اللي الإرهاب بيعملها في البلد أو حاجات زي كده. وده يوضح شخصية البابا. البابا على فكرة شخصيته تختلف عن كل الباباوات السابقين. لما اختير هو حياته في الأرجنتين كانت بسيطة جدا ككاهن يعني، وكان دايما مع الفقراء والمساكين والمرضى وحاجات كده. لما اختاروه كاردينال هناك رفض انه يقعد في القصر بتاع الكاردينال، واستمر في شقة اوضتين وصالة في بوينس ايرس كده. لما جه الفاتيكان هو مش قاعد في قصر الفاتيكان، هو واخد شقة في الفاتيكان جنب القصر، دي اللي بيعيش فيه اللي عايش فيها زي الموظفين. غريبة. لدرجة ان الكاردينالات اللي حواليه متغاظين منه لان هم يعني ليهم امتيازات وحاجات زي كده. الحاجات الغريبة مثلا اللي هم متغاظين منه بيقولوا بيلبس ساعة الاستيك بتاعها بلاستيك والجزمة رياضية. فبيحرجهم هم. البساطة يعني، هو في منتهى البساطة يعني، هو حياته كده، حياته بسيطة جدا، بيحب الناس
وبسيط جدا مع الناس. وشفت حضرتك حكاية غسل الأرجل اللي بيعملها كل سنة وتقبيله لهذه الأرجل لأنهم خليقة الله. يعني بعد ما بيغسل رجليهم كده بيقبل كل رجل. وبعدين من أديان مختلفة، من الهندوس والبوذيين والمسلمين والمسيحيين، من كل البشر. فهو تركيبة يعني متميزة جدا، زي تركيبة الأنبياء والقديسين والناس والمتصوفين اللي بيمشوا في طريق ربنا وبينسوا نفسهم وبينسوا احتياجاتهم وبينسوا الفخامة اللي هم فيها وبيخدموا الناس بالطريقة دي. فدي شخصيته. فما كان ما كانش غريب عن هذه الشخصية أنه يصمم أنه يجي ويقف جنب الشعب المصري في محنته. يعني وحضرتك بتتكلم على كل الأديان، ونتذكر البابا السابق وفترة توتر وقطيعة والأزهر الشريف والحاجات دي كلها. فعلاج كل الكلام ده بزيارة قداسة بابا الفاتيكان وبكلامه عن الإسلام وبكلامه عن الأديان كلها والسلام والتعامل مع الإرهاب والمحبة اللي لازم يكون، إذا كان في تطرف زي ما قال بعبرته كده يبقى تطرف في الحب أو في المحبة. بالضبط كده. بالضبط. طبعا هو جاي علشان يعني الأخوة الإنسانية، علشان يقول ان احنا كلنا في وطن واحد نبقى جسد واحد. وحتى في الجسد الانساني الكبير، مش لازم مصر بس، لكن كل العالم الانساني، يعني على المستوى الانساني ازاي نكون واحد. وعشان كده انا بقول لحضرتك ان هو مبتدي من تحت، مش بيبتدي من فوق. لان دايما اللي بيبتدي من فوق بيشوف الناس قليلين وبيشوفهم صغيرين، لكن هو من تحت بيشوف كل الناس بشكل متساوي، وبيقدر يعني بيقدر يتعامل مع هؤلاء الناس بطريقة حية. في يعني المحبة بيجسد المحبة، مش يقول مش يتكلم عن المحبة فقط، لكن هو بيجسد المحبة في تصرفاته. يعني من الحاجات الغريبة مثلا ان هو في صليب ذهب كبير بيلبسه البابا، لبسوه كل الباباوات اللي قبل، هو ما رضيش يلبسه، وفضل الصليب البسيط اللي هو بيلبسه ده مش ذهب خالص يعني. يعني هو مش عايز يحط اي حاجز بينه وبين الناس. يعني وتلاقي لبسه حتى اللي هو لابسه من منتهى البساطه، ما فيهوش اي نوع من الفخامه او الحاجات اللي زي كده. طيب لما الاعلام الاجنبي يتكلم عن ان اهم محطه كانت الازهر الشريف. طبعا. ومؤتمر طبعًا. السلام الدولي. طبعا. طبعا. انا اشتغل على ده ازاي دكتور اكرام، وخاصه انه يعني انت عارف اللي بيحصل في اوروبا والجاليات العربيه والمسلمه والنظر ليهم، وانه التطرف والارهاب دي تهمه ملاصقه لاي مسلم او لاي عربي كمان، خلينا نقول انه اللي جاي من الشرق الاوسط ده لازم انا يعني حاطط عيني عليه. هو طبعا العلاقه مع شيخ الازهر دي اساس لهذه الزياره، لانه طبعا داعش وكل الجماعات الاسلاميه بتستخدم ايات من القران وبتستخدم احاديث من البخاري، وطبعا بيستخدموها بتفسيراتهم. الازهر بيقول انهم بيحرفوا في هذا التفسير. فاحنا الأزهر هو الاتجاه المفروض أنه هو المعتدل اللي بيفسر القرآن بطريقة صحيحة وبيرفض الإرهاب والتطرف وكده. يبقى إحنا هنا الهدف أنه يكون تقارب بين الاعتدال الموجود في الأزهر والتنوير اللي موجود في الأزهر، وإزاي نبتدي حوار حقيقي. هو ده قاله في الخطاب، قال احنا عايزين نبتدي حوار حقيقي. يعني لازم نؤكد على الهوية، يعني مش انا هعمل حوار يبقى اتنازل عن هويتي. لو انا مسيحي وبعمل حوار ما اتنازلش عن هويتي، والمسلم لا يتنازل مع هويته عن هويته، لكن احنا بننفتح على بعض انفتاح انساني، وبنقف على وطن واحد، والآخر بيديني غنى إنساني. يعني أنا لما بعتبر أن الآخر ده امتداد ليا وأنا امتداد للآخر، وأن أنا كمسيحي معرفش الإسلام، لما أسمع
الإسلام من شخص معتدل آخر هذا بيسريني. وهو لما يسمع عن المسيحية من شخص معتدل هو أيضا أنا بأثري. وبالتالي إحنا يعني هو عايز يقول أنه المفروض أنه المسيحيين والمسلمين المعتدلين اللي فاهمين دينهم كويس لازم يجوا ويقعدوا مع بعض ويقولوا إيه المشترك ويطلعوا بشيء مشترك للناس كلها. لأن حتى الجدلية دي بتاعت اللي هي الأديان تتحاور، يعني احنا مش طالبين حوار، احنا عايزين القواسم المشتركه او المساحه اللي نتحرك كده. فيها مع بعض بالظبط كده. عايزين المساحه نشوف ايه المشترك بيننا. ويعني من ضمن الحاجات اللي حصلت اليومين دول انه في ماده اسمها الاخلاقيات. لسه وزير الاوقاف كان بيتكلم عنها، قال انها هتتدرس. وهتتدرس فيها القيم المشتركه بين المسيحيه والاسلام، وبتؤيد بآيات من القرآن ومن الإنجيل في نفس الوقت، وتدرس المسيحيين والمسلمين مع بعض. يعني مش في حصة الدين ينفصلوا عن بعض وكل واحد ياخد الدين بتاعه. ده طبعا مهم، بس مهم في البيت انه ممكن الواحد كل واحد في بيته يعلم اولاده الدين الاسلامي او الدين المسيحي، ده طبيعي جدا. او في الكنيسة او في المسجد المكان الطبيعي. في المدرسة بتكون ما فيش مادة تفصل الولاد عن بعض، فمادة الأخلاقيات دي بتجمعهم عن بعض وبتعرفهم أنه مثلا قيمة العدل، قيمة السلام، قيمة المحبة، قيمة الرحمة، وياخدوا قيمة من دول ويحفظوا الآيات اللي في القرآن والآيات اللي في الإنجيل اللي بتؤيد وتعمق هذه القيمة. فالأولاد يطلعوا بوعي، عندهم وعي عن الدين الآخر وعن دينهم، وإن مفيش كونفليكت بين مفيش تضاد بين الدينين. يعني طيب حساسية أو يعني في حد في عقدة كده إنه مؤتمر فيبقى كلام نظري أكاديمي وكل واحد ينفضل حاله ومبقاش في شغل بعد كده أو متابعة على الأرض. ده صحيح، ده صحيح، أنا أؤيدك جدا في الكلام ده. طيب أنا فعل الكلام ده بقى وبقاش بس مجرد يعني الصورة حلوة وكلام وخطب لطيفة وخلاص. ده يتوقف على الطرفين إزاي هم في أول جلسة قادمة يعني لو هيعملوا مؤتمر يقدموا رؤية عملية. يعني فيجن كده، رؤية للمستقبل. وهذه الرؤية بيكون في خطة ليها إزاي تتحقق مثلا على 5 سنين وكل سنة هيعملوا فيها إيه بالظبط. يعني مثلا هيقولوا أول سنة إحنا هنركز على المناهج التعليمية التي في المدارس عشان يوصل لها الاعتدال في الأديان أو في قبول الآخر. السنة أو مع ده مهم جدا الداعية، يركزوا على شخصية الداعية المسلم والمسيحي. لأنه طبعا الكبار، الدعاة الكبار اللي هم زي شيخ الأزهر ورجال المؤسسة وزي البابا واللي حواليه، دول معتدلين ما فيش مشكلة. لكن هي المشكلة فين؟ المشكلة في المسجد وفي الكنيسة اللي موجودين في القرية واللي موجودين في المركز وفي المحافظة وفي الضواحي وفي الأماكن المهمشة. صحيح. التطرف صحيح. بيطلع من دول، ودول الأئمة بتوعهم متطرفين لأنهم عايشين في أماكن، وكلامهم أخطر أنهم بيخاطبوا بيها فئة ما تقدرش يعني برضو أنها تفرز قوي الكلام أو بالظبط كده بالظبط. فهم إزاي يقدروا يوصلوا الفكر المعتدل للقيادات الدينية المتطرفة دي؟ عايزة خطة، عايزة خطة وتدريب. يعني لازم يكون في تدريب للأئمة وفي العظات اللي هم بيقدموها، الفكر اللي بيقدموه، كمان يصححوا لهم حاجات كتيرة ربما هم شايفينها بطريقة خاطئة. يعني لما يكون في مؤتمرات فيها أئمة مسلمين وقساوسة مسيحيين ويصححوا لبعض الفكرة عن الآخر المختلف، وده بيكون بمتابعة. يعني برضو زي ما قلت حضرتك بتحصل مؤتمرات كده كتير وأنا حضرتها شخصيا، بس بعد المؤتمر ما حدش بيعرف الناس دي عملت إيه بالظبط. لكن لما يكون في متابعة حقيقية، يعني
يعني مثلا متابعه حقيقيه ازاي؟ يعني يكون في مثلا لجنه من المؤتمر تخصص نفسها لمتابعه الجماعه اللي حضروا المؤتمر، بمعنى انهم يجيبوا مثلا عظاتهم في الثلاث اربع شهور اللي تجون بعد المؤتمر. يعني حاجه زي تقارير الاداء، ابقى عارف المستهدف كل شهر او في اخر السنه دي هعمل ايه، وانا اتابع ده حصل ولا ما حصلش. بالظبط، بس مش تتابعيه من مركز سلطه. مش تتابعيه عشان تدخليه السجن او مش تتابعيه عشان تديله مخالفه، لا خالص. يعني انت بتصوب بس الاداء. ايوه بالظبط. يعني انت بتجيبي مجموعه وبتدربيها وهو يحب ده، يعني تخليه يحب ان الاعتدال، وبعدين انت بتتابعيه مش زي مفتش على المفتش اللي على المدرس، لا انت بتتابعيه لصالح الوطن. فانت لازم يكون هذه المتابعه مش خصم فلوس او خصم مش عارف ايه او حاجات زي كده او تاديب، لكن لا مش عارف تشتغل اجيب غيرك. بالظبط. نصح، لكن بالزبط. نصح و قول لي يا دكتور اكرام، متابعه الاداء. طيب دلوقتي وحب نتكلم على زيارة زي دي، أبعاد والرسائل في غاية الأهمية وأنا عايز أشتغل عليها. لو نتكلم على أنه قداسة البابا بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة اللي حصلت في اسكندرية وفي طنطا، وربنا يعني ينجينا وما تتكررش تاني إن شاء الله، قال أنا لازم أكون موجود وأساند مصر. مزبوط. المصريين والمسيحيين. طبعا مسيحيين الشرق. أيوه. ويعني طبعا اللي بيتعرضوا ليه بعد الارهاب، سواء اللي بيحصل في العراق في سوريا هنا في مصر والكلام ده كله. ودي دايما بتكون التكئه يعني من ايام الحرب الصليبيه، ان والله انا جاي انقذ مسيح الشرق. باب للتدخل الاجنبي. انه حاجه زي كده وكلام قداسه البابا وازاي يتنقل ويترجم للعالم كله، وازاي انا برضو استثمره. مهم قوي. اولا شخصيه البابا. دي شخصية البابا هترجم الكلام ده، لأنه ما حدش أبدا هيفكر أنه البابا فرانسيس بيفكر زي أن الغرب يستعمر الشرق وأن ده غزو، لأنه ده شخصيته غير كده خالص نهائيا. فدي حاجة إيجابية، دي ألف به يعني أو الانطباع الأول عند الناس. الحاجة الثانية انه ما ندخلش في السياسه، يعني ما يكونش في سياسيين بقى، ما يدخلوش معانا السياسيين في هذا الحوار. يعني يبقى الحوار ديني خالص، بعيد عن الالاعيب السياسيه، وبعيد عن الضغط السياسي، وبعيد عن الشرق والغرب، وبعيد عن هذه المجموعه نفسها. الحاجه الثالثه ان في حاجه اسمها الفلسفه. تمام. اللي هي إيه فلسفة الحوار؟ إحنا بنتحاور ليه؟ الفلسفة دي بيحطوها ناس فلاسفة، يعني يقعدوا ويقولوا إيه فلسفة ما هي الفلسفة من وراء هذا الحوار؟ ما الذي نريد أن نكتنيه من هذا الحوار؟ هل إحنا عايزين من هذا الحوار أن إحنا نخلي الشعب كله إمعة؟ يعني يسمع الكلام وخلاص، أو نلهيه بحكاية الحوار دي، ولا فعلا احنا جادين ان هذا الحوار يكون ليه ثمر في الاذهان، ان الاذهان الدعاة اللي هم بيقودوا الناس يكونوا مستنيرين، يقودوهم نحو النور. تمام. نحو الإخوة الإنسانية، نحو العمل الإنساني، نحو محبة الناس. يعني لما يكون عندنا نموذج زي البابا فرانسيس، ونموذج زي البابا تودروس، ونماذج من التاريخ، لما نشوف نماذج من التاريخ الإسلامي ونماذج من التاريخ المسيحي ونقول لهم ده نموذج الداعية، يعني يكون في صياغة فقرة أو فقرتين. وإحنا عندنا فلاسفة عظام زي الدكتور مراد وهبه مثلا اللي هيجي لحضرتك بعدين. صحيح. هنساله عن ده. ممكن هو يصيغ فقره او فقرتين بهذا الشعر. ويكون معاه فيلسوف مسلم، يقعدوا مع بعض ويصيغوا لنا فقرتين. لماذا الحوار؟ وما هو هدف الحوار؟ ولمن الحوار؟ وازاي وكيف نحكم على الحوار انه جيد او غير جيد، او نجح او لم ينجح. يحط لنا فقرتين كده عن فلسفه الحوار، وده بقى يبقى اول حاجه في اول مؤتمر، يا جماعه احنا فلسفتنا كده. تمام. ونناقشها مع الحضور، ونضيف عليها او نخصم او نحوش عليها.
قس دكتور إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، شرفتنا ونورتنا وبشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، والأسئلة اللي حضرتك طرحتها هنطرحها وغيرها في الفقرة اللي جاية مع دكتور مراد وهبة الكاتب والمفكر الكبير اللي هيشرفنا في الحياة اليوم بعد الفاصل. وبشكرك مرة تانية دكتور إكرام، شكرا جزيلا لحضرتك. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية بعد الصورة والرسائل اللي شفناها امبارح والنهاردة أثناء زيارة قداسة بابا الفاتيكان للقاهرة. محتاجين ان احنا نفكر بصوت عالي، نستثمر هذه الصورة وهذه الرسائل، وإذا كان الإعلام الأجنبي مهتم ومركز على اللي حصل في القاهرة إزاي نشتغل على ده. ففكرنا وقلنا انه اللي هيفيدنا بشكل كبير في رسم السياسة الثقافية والتنويرية صاحب دراسات وكتب وأبحاث في هذا المجال بشكل كبير كتير قوي، يتكلم عن التطرف وعن الفكر الأصولي وعن التشدد وحال التعليم وحال الثقافة في مصر والمشروع التنويري والثقافي اللي احنا محتاجين. فعشان كده النهاردة مشرفنا بالحضور الفيلسوف والكاتب والمفكر الكبير دكتور مراد وهبة في حوار للحياة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مراد. شكرا لهذه التحية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مراد. لو يعني تحليل فلسفي كده أو نظرة عن هذه الزيارة والصور اللي حضرتك توقفت أمامها. أيوة، أنا من تتبعي لكل فعاليات الزيارة وجدت أنه سواء الرئيس السيسي أو فضيلة الإمام الأكبر دكتور الطيب أو البابا الفاتيكان البابا فرانسيس أو البابا تواضروس، كلهم يعني داروا حول فكرة تنقية الدين من المفاهيم المغلوطة، أو أنه مسألة أنه في فهم خطأ لله أنه يحرض على القتل. وبالنسبة للبابا تواضروس هو يعني المسألة الأساسية عنده هو أنه عنده شيء من الحزن المكبوت إزاء ما حدث ما في مذبحة العريش أو مذبحة طنطا أو مذبحة الإسكندرية، ويقول أنه مفجوع وسواء على مستوى الكنيسة أو الوطن. وأنا أفتكر أنه مسألة الله دخلة فيما يحدث من جرائم وقتل، يعني أفتكر أنه إحنا مفروض نميز بين الله كما هو في ذاته، ده ما نقدرش ندركه بالعقل لأنه الله ده مطلق بينما العقل نسبي. فإذا إحنا كلنا بنحاول نفهم الله كما يبدو لنا في حدود عقلنا. فطلعت الأصوليات الدينية اللي هي ابتداء من النصف الثاني من أو على وجه التحديد 1974 بدأت تنشأ أصوليات دينية في مختلف الأديان، وهي تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفيذ تعليمات الله بحرفية. وكانت النتيجة إن هذه الأصوليات انتهت إلى مسألة التكفير، يعني إذا إحنا عندنا مفهوم عن الله أنت تخرج عنه يبقى كافر، وبعدين إذا ما تبتش يبقى القتل. فأصبحنا إحنا محاصرين على مستوى كوكب الأرض، محاصرين بمفهوم عن الله يحرض على القتل.
ده شيء بشع. أكيد. والوهابية والإخوان المسلمين أدوا دور تمام في إفراز مسألة إنه الله يحرض على القتل. من هنا أهمية المؤتمرات اللي حدثت اليومين دول في إنه سواء الرئيس السيسي كرجل سياسة أو رجال الدين كلهم كان بيحاولوا في الخطابات بتاعتهم إنهم يرفضوا هذا المفهوم المغلوط إنه الله يحرض على القتل، إلى الدرجة اللي فيها البابا فرانسيس قال إنه الله مش محتاج لإنسان يدافع عنه. يعني إيه؟ يعني معناها أنت ما تقتلش الآخرين عشان تنقذ الله. دي شيء يقترب من الجنون، وإنه يتصور إن المكافأة بتاعته في إنه يدافع عن الله إنه يدخل الجنة ويستمتع بقى بالأوهام اللي قيلت له. فإحنا في هذا الإطار إذا كان يتم أي حوارات لازم تكون حول مفهوم الله، إن في الله كما هو في ذاته والله كما يبدو لنا. وأنا أذكر في هذه المناسبة حوار دار جميل جدا بين الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية والفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر. كان في أوائل القرن العشرين، يعني هو الشيخ محمد عبده كان معجب بهربرت سبنسر وراح زاره في بلده اللي هي برايتون، دي إحدى ضواحي لندن. تمام. وسبنسر هربرت سبنسر يعني هيأ ورحب بيه جدا وقعدوا يتناقشوا. بداية الحوار إيه بقى اللي بدأ بين الفيلسوف والشيخ محمد عبده؟ الفيلسوف بيقول له أنا مفهومي عن الله أنه غير المعروف، يعني هو إيه إحنا ما نعرفش بس هو موجود. أنت بقى يا شيخ محمد عبده رأيك إيه؟ قال له أنا رأيي زيك تمام، الله بلا صفات. ودي حتى في فرقة إسلامية اسمها المعطلة اللي هي تمنع أي صفة لله، يعني إحنا ما نقدرش نتكلم عنه باعتباره كذا وكذا، لأن أي كلام عن الله يبقى كلام بشري حسب المفهوم الإنساني. ومن هنا أصبح في اتفاق بين الشيخ محمد عبده وهربرت سبنسر في أنه الله ما نقدرش نديله أي صفة. فتصوري بقى لما دول يقولوا أنه الله بيحرضنا على القتل. حضرتك بتقول ان الحوار الاول لازم يكون من منطقه القواسم المشتركه او مساحه اتفاق. أيوة. والهدف منه زي ما حضرتك اشرت، لكن اتحاور مع مين او عشان اوصل لايه؟ يعني بقول لك الفكر المتطرف او الارهابيين دول، هل في حاجه هتغير معتقدهم؟ انا بخاطب مين عشان اغير دكتور مراد؟ هقول لك، هو شوفي الهدف من الحوار الاتفاق على مشروع مشترك. المشروع المشترك اللي انا اعتقد انه هم ممكن يتفقوا عليه هو انه ممنوع الحديث عن الله كما لو كنا نملكه. ولذلك انا يعني كان عندي كتاب عنوانه ملاك الحقيقه المطلقه، انه لا احد يستطيع ان يملك الحقيقه المطلقه، وبالتالي لا احد يستطيع ولا من حقه إنه هو يقول الله كذا وكذا وأنه هو يحرضني على القتل وأنه أنا مكلف بالدفاع عن الله. دي كلها أوهام يروج لها الأصوليون. فإذا المشروع
في الحوار اللي نتفق عليه هو بالسلب نقف ضد الأصوليات الدينية. من ناحية الإيجاب بقى كمشروع إيجابي، أنا أعتقد أنه في الإطار اللي أنا بقول فيه أنه العلمانية هي النقيض الأصولية. هقولك ليه؟ لأنه إذا كان الأصولية حسب تعريفي إنها التفكير في النسبي بما هو مطلق وليس بما هو نسبي، يعني معناها إيه؟ معناها لما أنا أجي أفكر أنا كنسبي، عقل نسبي، لما أفكر في الله كمطلق ما ينفعش، تفكيري محدود. تمام. العلمانية بقى تريحك، التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق، يعني كل حاجة أنا أفهمها في حدود نسبية، لكن لا أستطيع أني أنا أجيب ظاهرة نسبية زي مثلا تنظيم النسل، ما أقدرش أحطه تحت مظلة بتاعت عقيدة مطلقة وأقول أحل انفجار السكان. يعني إحنا بنشكو والرئيس السيسي دايما يشكو من انفجار السكان في مصر. صحيح. ما أقدرش أخد فتوى دينية، لازم يكون رؤية علمية إزاي نوعي البشر إنه في خطورة حضارية واجتماعية على انفجار السكان، فلازم ندرب أنفسنا على تنظيم السكان. هندربهم إزاي؟ على أسس عقلية. بس على المستوى الأكاديمي. نعم. على المستوى الأكاديمي العلمانية مفهومة ومقبولة ومفهوم الغرض منها، لكن على مستوى الرجل الشارع المواطن البسيط العلمانية مرتبطة في الأذهان إنها ضد الدين. كويس. سيئة السمعة. كويس. أنا مع سيادتك أنت أثرت بقى نقطة مهمة جدا وهي رجل الشارع. إيه رأيك إن الفلسفة زمان في القرن الرابع قبل الميلاد كان في فيلسوف اسمه سقراط، كانت كل مهمته ان هو ينزل في الشارع ويروح الاسواق ويكلم مع رجل الشارع. نورهم وغير ذهنيتهم. السلطه السياسيه حست بالخطوره، حكمته وقالت له حاجه من الاثنين، ان بطلت تفلسف مع رجل الشارع نسيبك حر، هتصمم انك تفلسفه نعدمك. قال لهم أنا مصمم إن أنا أنور رجل الشارع. قال له وهو كذلك، أنت محكوم عليك بالإعدام، وقبل الإعدام وأعدم. بعديها الفلاسفة خافوا بقى. دخلوا بقى في مبنى وجوه ويقفلوا الباب. لكن ده نخبة وفي برج عاجي وبعدين عن القاعدة العريضة. عشان يقولوا برج. أيوه بالضبط. إحنا عايزين بقى الفلسفة تنزل لرجل الشارع. لو نزلت لرجل الشارع، أنا عملت مؤتمر افتكر في سنة 82 حاجة زي كده، كان مؤتمر دولي وعنوانه الفلسفة ورجل الشارع. جاني مندوب الأهرام في البيت قال لي شوف زكايب شتيمة فيك من أوسخ ما يمكن، بس احنا حنقي أنظف شتايم وننشرها وترد عليهم. قلت له أنا مش هرد. أرد إيه؟ ده مؤتمر، أنا جبت فلسفة كل فيلسوف له رأيه. لما يكون كتاب انا عامله معلش يعني حتى الفهم لمساله المؤتمر عملوها كانها كتاب انا مالفه. فقلت له انا انتوا نزلوا الشتايم وانا مش هرد في الاخر. وجاني تاني وترجاني، لكن انا صممت. كان من ضمنها مقال لزكي نجيب محمود صفحه باكملها في الاهرام. قال لي دي انت عملت مسبحه للفلسفه، ازاي تقرب الفلسفه من رجل الشارع؟ ده خطورة، ده يخلص علينا إلى آخره يعني. بعد 10 سنين التقيت بزكي نجيب محمود، كان في حوار كده. قلت له أنت من 10 سنين يعني كنت عنيف معايا قوي، هل تفكيرك اتغير؟ قال لي بقيت أعنف. يعني معناها في تشبث من ناحية بعض الفلاسفة أنهم يبتعدوا عن رجل الشارع. من هنا رجل الشارع معذور في انه ينجرف
نحو الأصوليات الدينية. ما انت لازم تبسط برضو وتسهل المعلومة أو طريقة الخطاب، لأنه اللغة الفلسفية بتبقى يعني برضو فيها هنخفف. أيوة طبعا، وده يبقى تدريب للفيلسوف ان هو يبسط ويوصل للناس، انه ينور الناس. انما مش مهمته كتاب وبس. انا كنت الاول اكاديمي بحت، واسلوبي صعب وكتبي محدوده في النشر. وبعدين جيت التفت كده قلت طب وبعدين انا ايه قيمتي في الحياه اذا كان انا ابقى محدود بعد الجهد اللي انا بذلته. فقلت لا، لازم أخرج خارج النطاق الأكاديمي وأحاول أبسط. وبدأت العملية دي أمارسها، وجدت أنه في نتائج. يعني إحنا بنعمل منتدى ابن رشد من أجل التنوير، يعني في إقبال والفيسبوك شغال عليه يعني. طب خلينا نتكلم في ده بعد الفاصل إذا أذنت لي دكتور مراد. يعني هذه المنتديات ومراكز ومراكز أبحاث ودراسات إزاي أستفيد بيها وأنا بتكلم عن حوار منتظر، حوار للسلام العالمي، أستغل هذه الزيارة وأبني عليها. نرجع عند النقطة دي ونكمل حوارنا لو تفضلت بعد الفاصل، مستمرين مع حضراتكم وفي خلفيتنا طبعا الزيارة المهمة والتاريخية لبابا الفاتيكان، إزاي أتعامل مع التطرف ومع العنف ومع الإرهاب على مستوى العالم، والبداية من القاهرة. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية بعد الصورة والرسائل اللي شفناها امبارح والنهاردة أثناء زيارة قداسة بابا الفاتيكان للقاهرة. محتاجين أن احنا نفكر بصوت عالي، نستثمر هذه الصورة وهذه الرسائل، وإذا كان الإعلام الأجنبي مهتم ومركز على اللي حصل في القاهرة إزاي نشتغل على ده. ففكرنا وقلنا أنه اللي هيفيدنا بشكل كبير في رسم السياسة الثقافية والتنويرية صاحب دراسات وكتب وأبحاث في هذا المجال بشكل كبير، كتير قوي يتكلم عن التطرف وعن الفكر الأصولي وعن التشدد وحال التعليم وحال الثقافة في مصر والمشروع التنويري والثقافي اللي احنا محتاجين. فعشان كده النهاردة مشرفنا بالحضور الفيلسوف والكاتب والمفكر الكبير دكتور مراد وهبة في حوار للحياة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مراد. شكرا لهذه التحية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مراد. لو يعني تحليل فلسفي كده أو نظرة عن هذه الزيارة والصور حضرتك توقفت أمامها. أيوة، أنا من تتبعي لكل فعاليات الزيارة وجدت أنه سواء الرئيس السيسي أو فضيلة الإمام الأكبر دكتور الطيب أو البابا الفاتيكان البابا فرانسيس أو البابا تواضروس، كلهم يعني داروا حول فكرة تنقية الدين من المفاهيم المغلوطة، أو أنه مسألة أنه في فهم خطأ لله أنه يحرض على القتل. وبالنسبة للبابا تواضروس هو يعني المسألة الأساسية عنده هو أنه عنده شيء من الحزن المكبوت إزاء ما حدث ما في مذبحة العريش أو مذبحة طنطا أو مذبحة الإسكندرية، ويقول أنه مفجوع. نعم. وسواء على مستوى الكنيسة أو الوطن. وأنا أفتكر أنه مسألة الله دخلة فيما يحدث من جرائم وقتل. يعني أفتكر أنه إحنا مفروض نميز بين الله كما هو في ذاته، ده
ما نقدرش ندركه بالعقل، لأنه الله ده مطلق بينما العقل نسبي. فإذا إحنا كلنا بنحاول نفهم الله كما يبدو لنا في حدود عقلنا. فطلعت بالأصوليات الدينية اللي هي ابتداء من النصف الثاني من أو على وجه التحديد 1974 بدأت تنشأ أصوليات دينية في مختلف الأديان، وهي تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفيذ تعليمات الله بحرفية. وكانت النتيجة أن هذه الأصوليات انتهت إلى مسألة التكفير، يعني إذا إحنا عندنا مفهوم عن الله أنت تخرج عنه يبقى كافر، وبعدين إذا ما تبتش يبقى القتل. فأصبحنا إحنا محاصرين على مستوى كوكب الأرض، محاصرين بمفهوم عن الله يحرض على القتل. ده شيء بشع. أكيد. والوهابية والإخوان المسلمين أدوا دور تمام في إفراز مسألة إنه الله يحرض على القتل. من هنا أهمية المؤتمرات اللي حدثت اليومين دول، في إنه سواء الرئيس السيسي كرجل سياسة أو رجال الدين كلهم كان بيحاولوا في الخطابات بتاعتهم إنهم يرفضوا هذا المفهوم المغلوط إنه الله يحرض على القتل، إلى الدرجة اللي فيها البابا فرانسيس قال إنه الله مش محتاج لإنسان يدافع عنه. يعني إيه؟ يعني معناها أنت ما تقتلش الآخرين عشان تنقذ الله. دي شيء يقترب من الجنون، وإنه يتصور إن المكافأة بتاعته في إنه يدافع عن الله إنه يدخل الجنة ويستمتع بقى بالأوهام اللي قيلت له. فإحنا في هذا الإطار إذا كان يتم أي حوارات لازم تكون حول مفهوم الله، من في الله كما هو في ذاته والله كما يبدو لنا. وأنا أذكر في هذه المناسبة حوار دار جميل جدا بين الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية والفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر. كان في أوائل القرن العشرين، يعني هو الشيخ محمد عبده كان معجب بهربرت سبنسر وراح زاره في بلده اللي هي برايتون، دي إحدى ضواحي لندن. تمام. وسبنسر هربرت سبنسر يعني هيأه ورحب بيه جدا وقعدوا يتناقشوا. بداية الحوار إيه بقى اللي بدأ بين الفيلسوف والشيخ محمد عبده؟ الفيلسوف بيقول له أنا مفهومي عن الله أنه غير المعروف، يعني هو إيه إحنا ما نعرفش بس هو موجود. أنت بقى يا شيخ محمد عبده رأيك إيه؟ قال له أنا رأيي زيك تمام، الله بلا صفات. ودي حتى في فريق فرقة إسلامية اسمها المعطلة اللي هي تمنع أي صفة لله، يعني إحنا ما نقدرش نتكلم عنه باعتباره كذا وكذا، لأن أي كلام عن الله يبقى كلام بشري حسب المفهوم الإنساني. ومن هنا أصبح في اتفاق بين الشيخ محمد عبده وهربرت سبنسر في أنه الله
ما نقدرش نديله اي صفه. فتصوري بقى لما دول يقولوا انه الله بيحرضنا على القتل. حضرتك بتقول ان الحوار الاول لازم يكون من منطقه القواسم المشتركه او مساحه اتفاق. أيوة. والهدف منه زي ما حضرتك اشرت، لكن اتحاور مع مين او عشان اوصل لايه؟ يعني لما اقول لك الفكر المتطرف او الارهابيين دول، هل في حاجه هتغير معتقدهم؟ انا بخاطب مين عشان اغير دكتور مراد؟ هقول لك، هو شوفي الهدف من الحوار الاتفاق على مشروع مشترك. المشروع المشترك اللي انا اعتقد انه هم ممكن يتفقوا عليه هو انه ممنوع الحديث عن الله كما لو كنا نملكه. ولذلك انا يعني كان عندي كتاب عنوانه ملاك الحقيقه المطلقه. انه لا احد يستطيع ان يملك الحقيقه المطلقه، وبالتالي لا احد يستطيع ولا من حقه انه هو يقول الله كذا وكذا، وانه هو يحرضني على القتل، وانه انا مكلف بالدفاع عن الله. دي كلها أوهام يروج لها الأصوليون. فإذا المشروع في الحوار اللي نتفق عليه هو بالسلب نقف ضد الأصوليات الدينية. من ناحية الإيجاب بقى كمشروع إيجابي، أنا أعتقد أنه في الإطار اللي أنا بقول فيه أنه العلمانية هي النقيض الأصولية. هقولك ليه؟ لأنه إذا كان الأصولية حسب تعريفي إنها التفكير في النسبي بما هو مطلق وليس بما هو نسبي، يعني معناها إيه؟ معناها لما أنا أجي أفكر أنا كنسبي، عقل نسبي، لما أفكر في الله كمطلق ما ينفعش، تفكيري محدود. تمام. العلمانية بقى تريحك، التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق، يعني كل حاجة أنا أفهمها في حدود نسبية، لكن لا أستطيع أني أنا أجيب ظاهرة نسبية زي مثلا تنظيم النسل، ما أقدرش أحطه تحت مظلة بتاعت عقيدة مطلقة وأقول أحل انفجار السكان. يعني إحنا بنشكو والرئيس السيسي دايما يشكو من انفجار السكان في مصر. صحيح. ما اقدرش اخد فتوى دينيه، لازم يكون رؤيه علميه ازاي نوعي البشر انه في خطوره حضاريه واجتماعيه على انفجار السكان، فلازم ندرب انفسنا على تنظيم السكان. هندربهم ازاي؟ على اسس عقليه. بس على المستوى الاكاديمي. نعم. على المستوى الاكاديمي العلمانيه مفهومه ومقبوله ومفهوم الغرض منها، لكن على مستوى الرجل الشارع المواطن البسيط العلمانيه مرتبطه في الاذهان انها ضد الدين. كويس. انها سيئه السمعه. كويس. انا مع سيادتك انت اثرت بقى نقطه مهمه جدا وهي رجل الشارع. ايه رايك ان الفلسفه زمان في القرن الرابع قبل الميلاد كان في فيلسوف اسمه سقراط، كانت كل مهمته ان هو ينزل في الشارع ويروح الاسواق ويكلم مع رجل الشارع. نورهم وغير ذهنيتهم. السلطه السياسيه حست بالخطوره، حكمته وقالت له حاجه من الاثنين، ان بطلت تفلسف مع رجل الشارع نسيبك حر، هتصمم انك تفلسفه نعدمك. قال لهم انا مصمم ان انا انور رجل الشارع. قال له وهو كذلك، انت محكوم عليك بالاعدام، وقبل الاعدام واعدم. بعديها الفلاسفه خافوا بقى. دخلوا بقى في مبنى وجوه ويقفلوا الباب. لكن ده نخبه وفي برج عاجي وبعدين عن القاعده العاليه. كده يقولوا برج عاجي. ايوه بالضبط. احنا عايزين بقى الفلسفه تنزل ناس للرجل الشارع. لو نزلت للرجل الشارع، انا عملت مؤتمر افتكر في سنه 82 حاجه زي كده، كان مؤتمر دولي وعنوانه الفلسفه ورجل الشارع. جاني مندوب الاهرام في البيت قال لي شوف
زكايب شتيمة فيك من أوسخ ما يمكن، بس إحنا حنقي أنظف شتايم وننشرهم وترد عليهم. قلت له أنا مش هرد. أرد إيه؟ ده مؤتمر، أنا جبت فلاسفة، كل فيلسوف له رأيه. لما يكون كتاب أنا عامله معلش يعني حتى الفهم لمسألة المؤتمر عملوها كأنها كتاب أنا مألفه. فقلت له أنا أنتوا نزلوا الشتايم وأنا مش هرد في الآخر. وجاني تاني وترجاني، لكن أنا صممت. كان من ضمنها مقال لزكي نجيب محمود صفعة بأكملها في الأهرام، قال لي دي أنت عملت مسبحة للفلسفة، إزاي تقرب الفلسفة من رجل الشارع؟ ده خطورة، ده يخلص علينا إلى آخره يعني. بعد 10 سنين التقيت بزكي نجيب محمود، كان في حوار كده، قلت له أنت من 10 سنين يعني كنت عنيف معايا قوي، هل تفكيرك اتغير؟ قال لي بقيت أعنف. يعني معناها في تشبث من ناحية بعض الفلاسفة أنهم يبتعدوا عن رجل الشارع. من هنا رجل الشارع معذور في أنه ينجرف نحو الأصوليات. ما أنت لازم تبسط برضو وتسهل المعلومة أو طريقة الخطاب، لأنه اللغة الفلسفية بتبقى يعني برضو فيها هنخف. أيوة طبعا، وده يبقى تدريب للفيلسوف انه هو يبسط ويوصل للناس، انه ينور الناس. انما مش مهمته كتاب. انا كنت الاول اكاديمي بحت، واسلوبي صعب، وكتبي محدوده في النشر. وبعدين جيت التفت كده قلت طب وبعدين انا ايه قيمتي في الحياه اذا كان انا ابقى محدود بعد الجهد اللي انا بذلته؟ فقلت لا، لازم أخرج خارج النطاق الأكاديمي وأحاول أبسط. وبدأت العملية دي أمارسها، وجدت أنه في نتائج. يعني إحنا بنعمل منتدى ابن رشد من أجل التنوير، يعني في إقبال والفيسبوك شغال عليه يعني. طب خلينا نتكلم في ده بعد الفاصل إذا أذنت لي دكتور مراد. يعني هذه المنتديات ومراكز ومراكز أبحاث ودراسات إزاي أستفيد بيها؟ وأنا بتكلم عن حوار منتظر، حوار للسلام العالمي، أستغل هذه الزيارة وأبني عليها. نرجع عند النقطة دي ونكمل حوارنا لو تفضلت بعد الفاصل، مستمرين مع حضراتكم وفي خلفيتنا طبعا الزيارة المهمة والتاريخية لبابا الفاتيكان. إزاي أتعامل مع التطرف ومع العنف ومع الإرهاب على مستوى العالم، والبداية من القاهرة. الفيلسوف والمفكر الكبير دكتور مراد وهبة مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم، ونرجع نتكلم عن زيارة بابا الفاتيكان، المشروع التنويري أو إزاي أشتغل على السلام وابتدي هنا من القاهرة، والحوار مش هقول حوار بين الأديان لكن التركيز على القواسم المشتركة ومن أي مساحة أبدأ. دكتور مراد قبل الفاصل كنت بسأل حضرتك عن يعني الجهات اللي تشتغل في ده، يعني إذا كنت حضرتك أكتر من مرة مش راضي عن حال التعليم ولا حال الثقافة ومشروع تنويري غائب في مصر من سنين، وفي المقابل في جهود فردية وفي مراكز أبحاث وفي دراسات وما إلى آخره، الجهات اللي ممكن أنها تشتغل، أنا بكلم على جهات مستقلة ولا عن الدولة ولا مين بالضبط؟ إذا يعني فيما يختص بالتنوير، في مجالين أو ثلاثة، تعليم، إعلام، ثقافة. دول مسؤولين عن التنوير. ليه بقى؟ لأنه التعليم والثقافة والإعلام الثلاث وزارات دول دي وزارات جماهيرية تتعامل مع الجماهير، فهي مسؤولة عن توعية الجماهير. الثلاثة دول أقواهم الإعلام. عارفة ليه بقى؟ بسبب القنوات الفضائية. القنوات الفضائية دي أنا أقول عليها
البديل للسوق بتاع سقراط اللي كان بيروحه في القرن الرابع قبل الميلاد، يمشي على رجليه ويروح للسوق، يروح السوق عشان يكلم الناس ويتحاور. دلوقتي أنا انت بتوصل لكل بيت انا ما اروح على سوق روضة فرج مثلا يعني ما ينفعش، لكن السوق الفضائي اللي هو بتاع القنوات الفضائيه ده مع الملايين. يبقى اذا مهمه القنوات الفضائيه انها تبث روح التنوير في رجل الشارع، وهقول لك الدليل على ان المساله دي اهم من التعليم والثقافه. التقى بي مرة وأنا ماشي رجل مرتحي لحية كثيفة كده، وقال لي سيادتك فلان، قلت له أيوه. قال لي لا مؤاخذة يا دكتور أنا ضد كل آرائك. قلت له طيب كويس، تعالى نقعد في القهوة ونتكلم. قال لي لا أقعد إيه، ده أنا بقعد في القهوة مع زملائي ولما سيادتك تطلع في التلفزيون في الآخر بنقول إيه، الراجل ده مش من البلد دي. شوفي بقى المسافة الشاسعة بعيدة بيني وبين رجل الشارع. طيب في رجل شارع تاني كان بياع بطاطا، جابوه في المؤتمر اللي قلت سيادتك عليه اللي هو بتاع الفلسفة رجل الشارع. في صحفي جاب لي بياع بطاطا في المؤتمر الدولي اللي أنا عملته في الجامعة العربية، وقال لي شوف أنت معاك نص المؤتمر اللي هو الفلسفة، أنا جايب لك النص الثاني اللي هو رجل الشارع أو بياع بطاطا، ممكن تتحاور معاه. قلت له ممكن تفضل. قلت له أنت تعرف يعني إيه فيلسوف؟ قال لي احنا في البلد نقول عليه ابو العريف. انا انبسطت جدا. حلو قوي. ده بياع بطاطا ابو العريف. بقول له تعرف يعني ايه؟ قال لي ده ابو العريف. قلت له طيب ابو العريف بقى يتكلم معاك ممكن. قال لي طب اتفضل عايز تقول ايه؟ قلت له انا انت عندك مشاكل؟ قال لي طبعا، ده انا بياع بطاطا وعندي خمس عيال مش عارف اعيش. قلت له طيب لو نتناقش عشان نحل لك المشكل يعني. قال لا تحل ايه؟ ده المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، والدين بيقول لنا كل شيء ما مقسوم وما تقدرش تغير حاجه ابدا. تفضل كده بياع بطاطا بمشاكلك ما حدش هيعالجها لك لانه ده قدرك. قلت له طب نتكلم شويه. طب اتفضل. بعد الثلاث اربع ساعه انا فوجئت ان بياع البطاطا بيقول لي الله يعني ممكن اغير حياتي. فاذا انت ممكن قوي. إن رجل الشارع مهيا تماما انه يفهم، بس عايز اللي يفهمه. انما المثقفين في غيبوبه. انا قلت بمنشيت كده في الصحافه اكبر فئه خائنه للمجتمع المثقفين، لانهم بعيد عن تنوير رجل الشارع، تركوا الجماهير بلا قيادة. والدليل ثورة 25 يناير ثورة شباب بلا قيادة بلا مثقفين. لازم المثقف ينقد نفسه ويشوف المأساة اللي عملها بالنسبة مش بس لمصر، على مستوى كوكب الأرض. بس عارف يا دكتور لما بنتكلم عن مشروع ثقافي للدولة وفين المثقفين وما إلى آخره، يترد لك أنه أنا كمثقف أوصل للناس إزاي؟ أنت هيئ لي المناخ. يعني الدولة أولا لك مش لازم تبقى ليها مشروع، لكن تساعد المثقف. أيوه تساعده إزاي؟ ما أنا بقول دلوقتي مسؤولية، يعني مسؤولية المثقف ولا مسؤولية الدولة؟ ده سؤالي. مسؤولية الاثنين، بس المثقف أقوى من الدولة. أقوى من الدولة. هقول لك. إحنا دعينا سارتر، ده فيلسوف كبير فرنسي زمان في القرن العشرين يعني. الأهرام دعا سارتر في مصر عشان يلقي محاضرة على المثقفين.
وقعدنا احنا معاه، كنا مجموعه مجله الطليعه واحنا داعيينه، فقعدنا معاه. بيقول لي انا كمثقف طالما ان انا عشت الحرب العالميه الثانيه ابقى مسؤول عنها. شوف العظمه بتاعت المثقف او الفيلسوف لما يقول لك اتحمل سيئات بشر باكمله الحرب العالميه الثانيه. شوف العظمه. فاذا الفيلسوف او المثقف هو اقوى من الدوله. وبالتالي لازم يفتح طرق. انا بقول الان طبعا التعليم والثقافه، وفي في وزارة الثقافة في حاجة اسمها الثقافة الجماهيرية. اسم بس. دي مفولة. لا دي لازم، دي أهم جهاز. ثقافة جماهيرية. هقول لك ليه. الثورة العلمية والتكنولوجية أفرزت مصطلح الجماهير اللي هي باللغة الإنجليزية ماس، ام اي اس اس، ماس. طلع منها مصطلحات كثيرة بقى، منها إيه؟ ماس ميديا. ماس ميديا يعني وسائل الإعلام، اللي هو حضرتك واللي معاكي تمثلوا إفراز من الثورة العلمية والتكنولوجية. ماس ميديا وسائل إعلام جماهيرية. إذا قلت وزارة إعلام فقط غلط. لازم تقولي وزارة إعلام جماهيرية. في ماس سوسايتي، مجتمع جماهيري. وفي ماس كلتشر اللي هي الثقافة الجماهيرية. نعم. فإذا الثقافة الجماهيرية إفراز من الثورة العلمية والتكنولوجية. طيب. وظيفتها إيه بقى؟ إنها دي شغلتها تنور الجماهير عن طريق سواء الأرضي أو الفضائي. وإحنا بنتكلم عن محاربة الإرهاب وإنها مسؤولية مشتركة لكتير من الجهات في الدولة، الدولة كلها مسؤولة. أيوة. بنتكلم على ثقافة، على تعليم، على إعلام، على دين والسياسة كمان. الجزء اللي فات كنا بنتكلم على أهمية هذه الزيارة وإن في بعد سياسي وبعد ديني. تمام. أو منطقتين بيشتغلوا في التعامل مع الإرهاب. داخلين في بعض. داخلين في بعض. لكن التصدي للإرهاب أو أول حائط صد سياسة ولا دين؟ لا أقول لكم هم متداخلين على فكرة. وأنا ضد مسألة فصل الدين عن سياسة. دواء ضد يعني فصل الدين دواء. عن سياسة. أصل يعني تفصل الدين عن دولة. يعني رئيس دولة تقولي له إيه؟ اوعى يكون عندك دين. معقول؟ اوعى تفصل، اوعى ما تخلط. ازاي؟ طب اعملها ازاي؟ ده انا انسان واقعيا ما ينفعش. انا انسان عندي دين وبشتغل سياسه. فانا الكلام بتاعي افتكر طلع صح، انه الرئيس السيسي سياسي مش كده؟ وبيتعامل مع بابا ده قمه رجال الدين مش كده؟ تيجي بقى تقول فصل الدين عن السياسه ازاي؟ ما حصلت اهي. ده وضع طبيعي. عشان كده انا ضد تعريف العلمانيه انها فصل الدين عن السياسه. هذا واحد. العلمانية انك تفكر في النسبي بما هو نسبي، يعني قدامك ظاهرة نسبية تحللها. فالمشترك بين الرئيس السيسي والبابوات وفضيلة الامام هو مواجهة الارهاب، احساس بالمشكلة. ازاي نهربه؟ نحاربه ونواجهه. يعني نواجهه على اساس ايه بقى؟ البعد الديني طبعا، انه الاصولية الدينية بتقول انا مسؤولة عن إنقاذ الله، هو في أزمة إحنا بندافع عنه. ده الجانب الديني، يبقى رجال الدين مطلوبين. طيب ورجل السياسة، رجل السياسة داخل في العملية ليه؟ لأن نهاية الأصولية القتل. هيقتل إيه؟ هيقتل الشعب. زي ما إحنا شايفين العراق، سوريا، ليبيا، ما كل ده مدمر. فإذا رجل السياسة ايضا متلاحم مع رجال الدين او القيادات الدينيه في مواجهه الارهاب علشان ينقذوا البشريه. يبقى اذا في الحاله دي يبقى في مشروع مشترك داخل فيه رجال دين وداخل فيه رجال سياسه من اجل انقاذ الحضاره الانسانيه. ولذلك انا اعتبر
انه ما حدث في اليومين دول دي رسالة موجهة الى سكان كوكب الارض. ده مؤتمر تاريخي موجه بيوجه رسالة الى سكان كوكب الارض بالقيادات الدينية والسياسية. وبالتالي انا اقدر واقول لك نقطة مهمة انه هذا المؤتمر التاريخي تم في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كانش يمكن يتم فيما قبل ذلك. ليه؟ لانه الزمن بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الزمن الأصوليات الدينية التي تنتهي بالإرهاب، وهو كان عنده الجرأة والشجاعة بين جميع قيادات العالم ان هو يواجه. وبالتالي التجمع اللي حصل في اليومين دول والداعي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد انه ليها نتائج سياسية ودينية على مستوى كوكب الأرض. وانا افتكر انه على حسب ما سمعت يعني انه الرئيس السيسي بعد دي هيعمل زيارة خليجية، وكان في اثناء التجمع ده الرئيس ابو مازن كان موجود النهارده صحيح، وعمل اجتماعات يعني. اذا القضية الفلسطينية داخلة في تجمع سياسي ديني. القضية الفلسطينية اهتمام الكل، وأيضا كمان داخل في العملية ترامب الرئيس الجديد ده المنفتح والقوي والشجاع. بس عارف يا دكتور حضرتك تكلم، ده هنا كان هيبقى محل السؤال كنت هسأله لحضرتك دلوقتي، انه هنا البداية من القاهرة وتجمع ورسائل، لكن دول العالم في إرادة حقيقية لمواجهة الإرهاب؟ يعني العالم كله بيدفع الثمن وفي حوادث ارهابيه، وكم دعوه اتكررت انه لازم يكون في مبادره دوليه، لازم نشتغل مع بعض، ما فيش دوله لوحدها، لكن على الارض ما بشوفش غير السلاح. برافو، وحتى ما فيش نتائج. لا لا برافو، بس انا اعتقد انه البدايه كان لازم تنشا من مصر. في مع الرئيس السيسي، ليه؟ هو على وعي بهذه الخطوره، مش على بلده فقط، لا، على الحضارة الإنسانية. ولذلك هو بيطالب بعمل تجمع كوكبي للدفاع عن الحضارة. وأنا أعتقد أنه اللي حصل اليومين دول بداية لتجمع كوكبي، هيبدأ بتجمع إقليمي لمحاولة حل القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب المكثف في منطقة الشرق الأوسط. هذا الكلام اللي أنا بقوله أنا منتظر الأيام القادمة عشان أشوف مدى صحته أو عدم صحته. لكن ده تصور حضرتك، وفي حالة من الإيجابية ومن التفاؤل، وشايف أنه لا، في شيء هيتغير وفي إرادة أنا حقيقية. أنا لأول مرة أقدر أقول لك في شيء هيتغير في الواقع، انا ما كنتش قبل كده شايفه، لانه انا لما شفت الثوره ال 25 يناير، يعني هي ثوره الكترونيه شغاله على الفيسبوك بمعزل عن الاحزاب وبمعزل عن السلطه السياسيه، ولذلك قدرت تعمل الثوره. بس كان ينقصها بقى، هي طبعا كان شعارها الشعب يريد اسقاط النظام بس وخلصوا انتهت العمليه. لكن طب اسقطناه، ايه البديل؟ طب دكتور مراد، حضرتك بتوصفها بثوره، حتى هذه اللحظه في انقسام، وكثير من المثقفين يقول لك مفردات وعناصر الثوره لا تنطبق على 25 يناير، وفي مكان اخر يتكلموا على ان 25 يناير وثورات اللي تم الاصطلاح عليها انها ربيع عربي، وبعد كده يقول لك ده خريف عربي. هي دي السبب في حال المنطقه العربيه دلوقتي والتطرف والارهاب. كويس جدا التصور اللي بتقوليه سيادتك ده، وانا هتجاوب معاه، بس هتجاوب معاه بعبارة هقولها لك دلوقتي. اتفضل. انا العبارة بتقول ايه بتاعتي؟ التطور لا يرحم.
كويس. التطور لا يرحم، يعني انت قول زي ما انت عايزه، بس في تطور هيكتسح. التطور لا يرحم، والبقاء للاصلح. تمام. لما هيحصل تطور جارف هيحصل اللي هيفضل هو البقاء الاصلح. كويس. وما الأقوى يتبقى الاقوى ولا الاصلح؟ نعم، الاقوى ولا الاصلح؟ لا الاصلح. اقول لك ليه. الاصلح اللي هو الافضل، علشان دي حضاره. ال 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 ما يتبقى بقى يعني البقاء الاصلح. طب الفاسد يحصل له ايه بقى؟ ما يتبقى يتحول الى حفريات. فالتحدي دلوقتي بتاع العباره بيقول ايه؟ ان في تطور من اليوم لا يرحم. البقاء الاصلح يعني معناها الدول والانظمه التي لن تتمشى مع هذا التطور الجديد مصيرها حفريات في الاخر. هذا هو التحدي. اذا ما حدث في اليومين دول لم يحدث فيه تطور، خلاص يبقى انا بره الملعب. لكن انا بقول دي بدايه تطور لا يرحم. دكتور مراد وهبة، الكاتب والمفكر الكبير، أنا بشكرك شكرا جزيلا على رؤيتك وعلى تحليلك وتفسيرك لمشهد اليومين اللي فاتوا في القاهرة، وإن شاء الله يكون خير بالحالة من التفاؤل والإيجابية اللي حضرتك قلتها لنا ووصلتها لنا، ونشوفها إن شاء الله على أرض الواقع. وأنا أشكرك جدا على الأسئلة الحادة اللي قلتيها، وعلى وضعك ليا في مآزق كان لازم أخرج منها. لا العفو، إزاي؟ لا 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 العفو. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. وصلنا لنهاية متابعتنا مع حضراتكم، بكرة يوم جديد في الحياة. اليوم أشوفكم على كل خير بإذن الله تعالى.